هتتأخري؟ لا خالص، هخلص شغل واجي على طول. طب ممكن لو الأستاذ مجدي هف وغزلته كده إن هو يعزمك على فنجان شاي بعد الشغل، تتصلي بأختك وتطمنيها؟ من عنان. نعم. أنت نازلة تاني؟ آه طبعًا هنزل. ليه يا ماما؟ ما أنا قلت لك يا كمالية أنا مش هسيب الشغل، أنا لازم أوصل اللي أنا عاوزاه. برافو عليك. اللي برافو، أنت بتقويها عليا. الصراحة آه يعني اللي هي بتقوله ده كلام صح. بعدين إيه اللي حصل يعني؟ البنت اللي عملت فيكي كده أنا عذراها. يا سلام. آه طبعًا، بنت قاعدة بتشقى وبتعمل سوق وبتعمل زباين، وتيجي منى تاخد كل السوق ده. على فكرة أنت كان لازم تحطي نفسك مكانها، صعب قوي الموضوع ده. طب إيه رأيك بقى؟ ورحمة أبويا ما حسب لها زبون في المكان ده. هتشوفي. يا بنت هتفقعك علقة جامدة وهتخزقلك عينيكي وفي الآخر أنا اللي هسحبك. ما تخافيش، الموقف ده لازم يقويها مش يضعفها. يقويها على إيه يا أم؟ يقويها على إيه؟ أمال قولي لي، وأنت مش نازلة ولا إيه؟ مش نازلة. مش رايحة الشركة دي تاني. ياه، تبعدي عن حبيب القلب؟ يا اختي هو حبيب القلب اللي باين عليه حاطيني في المكتب جنبه وخلاص. قاعده ما بعملش اي حاجه، ما بعملش غير اني بقرا جرايد، زهقت. وبعدين انا قررت ان انا ابقى زيك وزي البت منى المجنونه اللي جوه دي. يعني ايه؟ يعني قررت يكون ليا حلم وحارب عنه واحلم له والحاجات الغريبه بتاعتكو دي. طيب هتعملي ايه؟ انا عارفه اهو، اكيد هلاقي حاجه اعملها. انا حسني تعبانه قوي. احسن، عشان ده من الهري والنكت في روحك طول الليل. ارحمي نفسك شويه. خلاص يا كاميليا، ولا انت هتشتغلي عليا كده نصايح على الريق؟ ركزي مع التانيين بقى. مع التانيين؟ طب انا مركزه مع الكل ومش رايحه ولا يمين ولا شمال، وقاعده انا بقى معاكي على قلبك لغايه لما نشوف حل لموضوعك. هلو، صباح الخير. صباح النور. ايه يا ستي، حد يفضل نايم لحد دلوقتي؟ معلش والله اصلا تعبانه قوي. طب اقول لك على حاجه، انا نازل مكتبي دلوقتي، عايزك تفوقي كده وتجيلي، هخلص حاجه على طول وننزل نفطر في مكان حلو، ايه رايك؟ والله يا وجيه مش قادره انزل خالص. ماشي براحتك، فكري وانا مستني ردك. اوكي ماشي، باي باي. ايوه نعم. مروه انت فين واتاخرتي كده ليه؟ هو ايه الدنيا ما فيهاش غير مروه النهارده؟ مروه انت بتعرفيش ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ استاذ مدحت بيسال عليكي واصدر قرار ان انت تبقي المسؤوله هنا عن قسم التصميمات في الشركه. مروه انت عارفه ده معناه ايه؟ معناه ان انت بقيتي رقم واحد هنا. ايش بقى؟ عسل. دلوقتي بقى انا هستفيد ايه من اللي بيحصل ده كله؟ بالراحة بالراحة، مالك يا حلوة مستعجلة على ايه؟ واحدة واحدة. بما اننا احنا الاتنين من طينة واحدة وكده يعني. في واحدة حلوة زي كده تقول طينة؟ على العموم عايزة ايه؟ مش فاهم. هو احنا هنصيع على بعض؟ من غير قلة ادب، قولي عايزة ايه وخلاص. نتجوز. ده انت مستغنية عن نفسك بقى. انت هتهزر؟ والله هو عرض مغري بصراحة، انا هفكر فيه. بس قولي لي بقى هتدفعي شبكة كام؟ لولو هو انت هتصيع عليا؟ تاني قلة أدب؟ على كل حال أنا كده كده كنت هطلب منك الطلب الفظيع ده، بس أنا عايز أقولك على حاجة مهمة جدا، أنا ما بعمرش. حياتك ولعنا. أيوة كده، فكي كده ودلعي نفسك. أستاذ دعي. لا 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 لا، ده كده كتير بصراحة، بجد كده كتير، عايز مني إيه؟ كل ما تشوفني تتحول كده؟ نعم نعم. جايب لك الفواتير؟ فواتير. يا علي يا علي. ايوه، اول ما تسمع سيرة الفواتير تتغير انت، يا امضه الجميله بقى. انا مش عارف انت عارف كل دخلاتي. نسيت اقول لك حاجه مهمه قوي. الف 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 مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. ايه عارف ايه ده؟ كفك الجميله يا لؤي مات. تعال، عارف كف الجميل ده هيعمل ايه؟ هينزل على صرصور ودنك يطرشك. كفايه تلمع اوكر، بطل تلمع اوكر يا دي النيله. ايوه حاضر حاضر. فين
ميرا. ايه اللي فين ميرا؟ ما هي عندي. حاسبي كده. فين ميرا يا بنت انت وهي؟ بنت مين يا حلوه انت على الصبح؟ قله الادب دي. قله الادب انت اللي ابتديتي بيها. بس يا منى عيب كده ما يصحش. انت مستمعه كاميليا بتقول ايه؟ ما انت لو كنت اتربيتي وشفتي تربيه ما كنتش عملتي الناس كده. فين ميرا؟ قولي لنا بقى يا حلوه، شعرك ده ولا باروكه؟ حاسبي ايدك. ما كفايش غلط بقى. اعملي حسابك ان انت هنا في بيتنا. بيت؟ هو انت مسميها المنظر ده بيت؟ البيت ده يبقى بيت عبد العزيز، بيت محترم واللي فيه ناس محترمه ومتربيه وتفهم في الاصول كويس قوي. قومي يا نجلاء اعملي الست زينب قهوه. اغمري. ما تاخديش في دوكه وحياه اللي خلفك. اللي خلفني الله يرحمه راجل محترم وما فيش زيه وعرف ربنا كويس قوي. طب يا متربيه فين ميرا؟ معرفش. ميرا ميرا يا ميرا. اظن دلوقتي من حقي اني اسالك ودتي البنت فين اللي كانت عايشه في بيت امها الست الكمل اللي بتفهم في الاصول. عملتي في البنت ايه؟ انت حاسيها بنت عليا؟ ماشي يا ست الستات، ودتي البنت فين؟ هي بجد مش هنا ولا نعرف عنها حاجه ولا شفناها. حتى البنت ما طقتكيش وطفشت من وشك. انا هتصل بيها. ده التليفون مقفول. مش جايز تكون عند حد من صحابها؟ هي بقى لها قد ايه مش معاكي؟ ما تنطقي يا ست انتي، ولا خلاص القطه كانت لسانك دلوقتي؟ عيب يا جماعه ما يصحش، دي برضه طنط. حاسبه بقى كتكم القرف يا شيخه. ما يقرفك. منى انتي اكيد تعرفي حد ممكن تكون راحت له او كلمته. وانا شعرفني. امال البنت تكون راحت فين دلوقتي؟ ما تشغليش بالك، دي طالعه بالراويه زي امها، وهتلاقيها في الاخر هربانه مع واحد فاشل. عيب يا منى وما يصحش تقولي كده على اختي. انا بس بقول لك عشان تبقي عامله حسابك. لا يا حبيبتي، ميرا ما بتعملش كده. طبعا لازم تدافعي عنها، ما انت بتاعت مصلحتك. لا انا مش بتاعت مصلحتي، انا بحبها بجد، وانا واثقه ان في حاجه حصلت لها وحاجه كبيره كمان. طب ما تكلميها انت تاني يا مروه، انت اقرب حد ليها، ممكن ترد عليكي. حاضر، بس انا لازم انزل هكلمها، لو وصلت الحاجه هكلمك اطمنك. سلام. ما تنسينيش والنبي وحكلمك. انا كمان لازم امشي. سلام. طب ابقي طمنيني عليكي. حاضر. كاميليا. نعم. بصي يا حبيبتي، طب ما تيجي نشوف ميرا مختفيه بقالها قد ايه؟ لحسن لو ما عرفناش نوصل لها نحاول نتصل بالبوليس احسن يكون حصل لها حاجه. طيب انا هنزل، لو انتوا وصلتوا لاي حاجه بقى ابقوا كلموني. يا اختي انا مش حاسه ان انا عايشه في بيت مترابط، حاساه متفكك وحاسه ان احنا ما نعرفش بعض. مفكك مفكك. اي يا بنت هنا هنا كده. يا لهوي، مسامير مسامير في رجلي، قطعه الرطوبه ونخر الرطوبه في جدتنا. اه ياني شويه كده. انت منين يا حلوه؟ من المنشيه. اه المنشيه، كنت بروحها وانا صغيره. انت متجوزه؟ لا يا هاني. هاني والنبي بتفهمي، انا احب البنات الكمل اللي بيفهموا كده. انا هزود لك المرتب. طب انا خالك بقى يا ام، عايزه حاجه؟ اه تعالى عايزاك. ام عايزه يا حاجه. ايه حاجه دي؟ شفتني حجيت؟ ما اسمعكش تقولي كده تاني. هتقولي يا مامي. مين؟ خليك واد اكسلانس. مامي. مامي اه. واكسلانس كمان؟ يعني ايه بقى اكسلانس دي؟ يعني واد جنتل. جنتل. ماشي يا ام الجد. أقول لك إيه؟ إيه؟ سمعتك امبارح في التليفون بتقول إن في حفلة النهاردة. آه أنا فعلاً عندي حفلة النهاردة. إيه في منع ولا إيه؟ لا بالعكس، ده يبقى حاجة حلوة قوي، نبقى عندنا حفلات وعزومات وهيصة وكده زي الناس الهاي ما بيعملوا زي ما بنشوف في التلفزيون. أنا مانع أنا. ماشي. بس بقول لك إيه؟ أنا كمان لازم أنزل أجيب فستان عشان أبقى على قد المقام. هجيب فستان سواريه كده. سواريه؟ ليه؟ ومالها العباية السودة؟ العباية السودة دي للحارة وياما. ماشي. وهجيب جزمة عالية كده بترتر وبتلحلط كده تاخد العين. تاخد العين؟ ماشي يا مامي. انزلي اشتري اللي أنت عايزاه والفاتورة ابعتها لي على الشركة. ربنا يحميك يا ابني، قلبي وربي راضيين عليك. ماشي. يلا أمشي أنا. آه. بقولك ايه، انا عازم بنات خالي النهارده. يا ستي
دول جنبي يا وجع الروق، مش خايف من الحسد. انا عزمتهم خلاص. وكمان لي ما خصوصا بقى كمان لي خصوصا لي يا خويا. ايه يعني ملكة القشف والجمال؟ ادخلي انت جوه بنتي. بقولك ايه، الحفلة النهاردة معمولة مخصوص عشان خاطر كماليا. ليه يعني؟ عشان جايلها عريس. واحنا مال اللي خلفونا؟ ما هو العريس اللي جايلها هو اللي معيشنا في العز اللي احنا فيه ده. يعني كماليا دي اهم واحدة في الحفلة النهاردة. يعني انت شلتها من دماغك؟ بقولك جايلها عريس، ابقى حاططها في دماغي ازاي بس يا سيدة؟ اذا كان كده ماشي. هو الراجل ده غني قوي؟ غني؟ واني غني؟ ده معدي الفلنكات ياما، ربنا يدينا زيه ولا حتى نصه. يا رب يا ابني، بس ولا يهمك، مش هياخد في ايدها غلوه وهيموت. هي كل اللي تتجوزه يتوفى، وهتورث فلوس قد كده يمكن ينولنا من الحب جانا. انت بتقولي ايه ياما؟ لا اللي بيحصل. يلا 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 قوم شوف اللي وراك عشان انا احضر اللي ورايا. اما خلاص ما دام انت شلتها من دماغك خلاص، ما تقلقش. ماشي يلا قوم ما تشوف. متولي؟ يا عم جيمي اقعد عايزك. طب ممكن شويه بس عشان هم خمس دقايق كل الحكايه وقت. ماشي يا عم جمال، امرني يا سيدي. انا عاوز اشتغل معاك. تشتغل معانا ايه بس يا عم جمال؟ اشتغل معاك زي ما بتشتغل. انا قلت لك قبل كده يا عم جمال ان احمد هو اللي انا مش عايز اشتغل معاك. عاوز اشتغل معاك انت. انا بصراحه مش فاهم تقصد ايه. وانت قبل ما ترجع كنت بتشتغل في ايه؟ عم جمال انت طبيعي كويس يعني؟ ايوه كويس اوي، وعارف انا بقول ايه وعارف انا عايز ايه. تمام. بص يا عم جمال، انا رايي كده انك تصلي على النبي وتخش البيت تاخد لك دش وتروق عشان تعرف كلامك رايح فين. انا عارف كلامي رايح فين وجاي منين. بعلمك بقى، انا طول الليل عمال اقلبها في دماغي يمين وشمال. الطب اللي طبها الواد احمد دي طبت ازاي؟ ما لقيتلوش غير مجال واحد بس. والله العظيم انت دماغك رايقه، نفسي ابقى زيك. انا عاوز اشتغل معاك. معاك انت مش معايا حد تاني. عم جمال بعدين فكر فيها متولي. فكر وانا مستنيه. يا بنت فك، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ يا ريت تنسيتيني اموت. اللي عايز يموت يا حلوه ما بيترددش. شكلك ما بتشربيش خمر. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ولا عمري دقتها اصلا. مالك اتخضيتي كده ليه؟ بكره تشربي. ايوه البضاعه غليت، السوق هيشد اليومين دول. عاجبك ولا مش عاجبك؟ خلاص ابعت خدها. ايه ده؟ مخدرات؟ ايوه مخدرات. انا ابتديت اقلق منك على فكره. عندك حق، انا مقلقه بس صريحه. طيب انا عايزاكي في حاجه. قولي يا اختي. انا في ورطه. ايه حد ضحك عليكي؟ لا طبعا، انا كنت متجوزه. عرفي؟ ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ رسمي اكيد. الله، امال ايه؟ من ورقه. بالرويه يعني. ايه طلع وحش وند؟ طلقني. طب كويس، طلع ابن ناس يعني. هو كده يبقى ابن ناس؟ مش احسن ما كان يعلقك ويسيبك كده زي البيت الواقف؟ تقصدي ايه؟ اصل اللي يعمل كده يبقى عاوز يعلمك الادب. اكيد في حد محركه. اكيد ابوه. ايه انت مش قلتي لي ان انتوا متجوزين من ورا اهلكوا؟ هبقى افهمك بعدين. طيب انا هديك مفتاح اوضتي ترتاحي شويه، وهخلص شغل وهجيب اكل ونقعد نحكي زي ما انت عايزه يا ستي.
انا بجد متشكره قوي يا شوقه، بجد مش عارفه اقول لك ايه. خلي الشكر بعدين، بس بقول لك ايه، اللي عايز يعيش هنا يشتغل، انا ما بصرفش على حد. ماشي انا موافقه على فكره. ماشي. البنت دي تكون راحت فين؟ اكيد هتتصل بينا، يمكن عارفه انهم هيجوا يسالوا عليها هنا فمش راضيه ترد عشان ما نقولش على مكانها. لا 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 لا، البنت دي حصل لها حاجه، انا عارفاها كويس. هي 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 احمد. صباح الخير يا كمال. صباح الخير. صباح الخير يا سمر. صباح النور، هعمل لك شاي. لا تعالي، انا عايزك في حاجه مهمه. عايزني انا؟ اه انا عايزكم كلكم. شوف انا النهارده عامل حفله صغيره كده بمناسبه نجاح الشركه يعني، وعازمكم كلكم فيها. شركه ايه؟ هو انت دخلت الشغل وخلص؟ طبعا انا نجحت فيه كمان يا كمال. امال انا كنت قاعده ليه على مكتبي في الشركه مش لاقي حاجه اعملها؟ ما هو انا بصراحه كمال اللي قال لهم ما يدوك الشغل. لازم الاول يا كمال تتعلمي شغل مظبوط وبعد كده تبقي تشتغلي. ليه؟ مين كان طلب مني حاجه وانا قلت له معرفش؟ عموما مش مشكله، انا كنت عامله حسابي ان من النهارده مش هروح الشركه تاني. انت اتجننتي بتقولي ايه؟ فيها كاميليا؟ ما واحده واحده عليا شويه، انا لسه فاتح الشركه. معلش اصل كاميليا متضايقه شويه. متضايقه؟ حد يستجري يضايق القمر ده وانا موجود برضه؟ لا انا اروح اعمل الشاي احسن. استني شوفوا بقى، لو ما جيتوش وانت بالذات يا كاميليا انا ممكن الغي الحفله دي خالص، مش هعملها خالص مع اني عازم ناس مهمين قوي. ما تروحي بقى احسن ما يقفل الشركه. انا اسفه ما اقصدش، بس مش عارفه اقول لك ايه. تقولي ايه في ايه يا كاميليا؟ ميرا مش موجوده ومحدش لاقيها، ومامتها جت هنا وسالت عليها. ميرا هتكون راحت فين يعني؟ مش عارفة. شيخة تلاقيها سافرت يومين تقضيهم في أي حتة لوحدها؟ أكيد يعني، إيه المشكلة يعني؟ بص كاميليا خلي بالك، ميرا راحت دلوقتي عاشت في مجتمع غير اللي كانت عايشة فيه خالص، وبعدين هي برضو مش حاسة قوي إن ليها أم، يعني ممكن تروح وتيجي في أي حتة من غير ما تاخد رأي أي حد. والله كلامك صح يا أحمد. لا ميرا لا يمكن تعمل حاجة زي كده. لا يمكن تعمل كده لو هي عايشه معانا هنا، انما لو عايشه معاهم هناك ممكن تعمل كده واكتر. كانت جت هنا. انت عارفه مشكلتك يا كماليا ايه؟ مشكلتك انك مش حاسه ان الناس حواليك بتتغير. ميرا لما كانت عايشه هنا كانت عايشه عشان خاطر ابوها وبس، دلوقتي راحت عاشت مع اهلها، يعني ممكن جدا تطبعوا بطبعوه. انا عايزك ما تحطيش في دماغك حاجه. ها كبري. والله كلامك صح يا احمد الشاي. انا طول عمري كلامي صح. كاميليا خلينا في المهم، انا عايزك النهارده تبقي في الحفله اشيك واجمل واحده. في ايه يا باشا؟ هو انت مش واخد بالك ان انا هنا؟ لا طبعا واخد بالي. انت والبنات طبعا. ها لا ما تاخدش بالك يا باشا، بقى احنا هنيجي مواصلات. لا ازاي، انا هكلم مع مروه وانتي تبلغي نجلاء ومنى. ماشي؟ يعني عايزنا كلنا بقى حواليك كده شرايين زمانك. اقل منها ولا يا بنت؟ لا ولا اقل منها ولا حاجه. امسكي ادي الشاي بتاعكم، مش عايز منكم حاجه. السلام عليكم. لا 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 كده الموضوع كبير. لا انا حد يفهمني عشان انا مش فاهمه حاجه خالص. ولا تفتكري هيبقى شكلي حلو في الحفله؟ حلو يا حبيبتي، ده انت زي الاول. طب تعالي انا عايز اسالك سؤال. اقعدي قولي لي بقى، حسيتي بايه من ناحيه احمد؟ مش فاهمه انت بتقصدي ايه. ايه الخباثه دي؟
لا انت فاهمه انا بقصد ايه. بصراحه كده هيموت عليك. امال انا ليه كل ما بحس ان هو بيقرب الاقيه بيعمل تصرف يخوف ويقلق؟ عشان انت عايزه احمد يقرب قوي وعايزاه يقول لك تعالي نتجوز دلوقتي. وهو ده غلط؟ لا مش غلط يا حبيبتي، بس انت عارفه انه كل مشاكله في الحياه قبل كده كانت ماديه وبس، واللي زي احمد بيبقى خايف وقلقان لغايه ما يتدفى قوي. يتدفى ايه ده؟ يتدفى هو بردان؟ بردان وسقعان ايه؟ فلوس يعني. ايوه صح، لكن هو دفيان دلوقتي. بتحبيه يا كمال؟ قلبي محتاج يحب، مش عايزه افضل قاعده في ركن بعيد وبتفرج على الدنيا وهي بتروح من بين ايديا. انا سالتك بتحبيه ولا لا؟ ايه الاجابات الغريبه دي؟ وكانك عايزه تقولي لي ان انا عايزه احبه خلاص. لا مش للدرجات دي. مش مصدقه ان الدنيا ممكن تديني كل اللي نفسي فيه. انت عارفه انا مبسوطه قوي اللي بيحصل ده، وانا خايفه قوي. تخافيش، عيش يعني عيش قوي. بقول لك ايه، انا هكلم البنت مروه واقول لها تظبط لنا شويه فساتين حلوه كده. ايوه صح، عشان انا عايزه شكلي يبقى حلو وعايزاه يشوفني زي القمر. هيبقى شكلك حلو ومحدش في الحفله هيتكلم غير عليكي. انا مش عايزه غيره هو. نفسي يخرج من الحفله ويمسكني ويقول لي انا عايزه اتجوزك دلوقتي حالا. ترى البت ميرا فين؟ أنا كنت عارف إنك لا هتسيبيني ولا هتسيبي الشركة. أنا متشكرة على الترقية قوي، مع إني كنت متخيلة إنت هتستغنى عني بسهولة، أو على الأقل هتزعل من اللي أنا عملته. لا بالعكس بقى، اللي أنت عملتيه ده خلاني أحبك أكتر. إيه؟ طب أحبك قلت حاجة غريبة؟ لا مش غريبة يعني، أنا كنت حاسة بس ما كنتش مصدقة نفسي. عارفة مروة أنت أول واحدة تخليني أحس الإحساس ده. أكيد أنا حد مختلف. طبعاً. خلاص يبقى نحتفل مع بعض الليلة. لا النهاردة ما ينفعش خالص. ليه بس؟ مش إحنا لازم نحتفل بالمنصب الجديد ده ولا إيه؟ آه لازم، بس أنا النهاردة عندي حفلة. حفلة إيه دي؟ أحمد ابن عمتي أكيد أنت عارفه. عامل يعني سهرة عنده كده بالليل وإحنا كلنا لازم نروح. خسارة. معلش، أوعدك إن أنا بكرة هبقى معاك في أي وقت وأي مكان أنت تقوله. أوكي. باي باي. ازيك يا ست خليل؟ الله يسلمك. خير؟ انا هفضل كده على الباب؟ اه هتفضل على الباب عشان ما فيش حد جوه. طب ولو عايزك في كلمتين؟ عايزني انا وفي كلمتين وفي ان شاء الله؟ يعني كلمتين صغيرين كده. بس انا بصراحه حسيت انك زعلانه مني، فقلت يعني يمكن اكون عملت حاجه زعلتك وانا مش واخد بالي. وانا كان ايه اللي هيزعلني؟ يعني ساعات الواحد كده يعمل حاجات ما ياخدش باله انها ممكن تزعل الناس القريبين منه. تقصد ايه؟ اقصد يعني انك انت غاليه عليا، وبصراحه كده انا شايفك واخده مني وش، فقلت اجي واسال. وهاخد منك وش ليه لا سمح الله؟ الحمد لله انا نفسيتي صافيه للناس كلها، ولو ان الناس بقى ما تستاهلش. هي ما تستاهلش ده ايه؟ اللي انا شفته في اليام اللي سابني فيها ابني في اليام السودا دي انا ما شفتوش في حياتي، لا من قريب ولا من غريب. ده انا كان ناقص اشحت يا راجل واقول لله يا محسنين. لا الناس غلطوني. اللي اتعلمته في اليومين دول انا ما اتعلمتوش في حياتي، ان ما في حد كان بيخبط على بابي ولا يطبطب عليا ولا يقول لي بيكي ايه وانا قاعده طول الليل لوحدي قلبي متقطع. لا غلطاني. انا عرفت بقى ان قرشك هو سندك، قوتك في الحياه. ما هو انا عرفت الحكايه دي بس متاخر. خلاص طالما عرفت غلطك اتفضل. تشرب ايه؟ قهوه. انا اصلي من زمان ما شربتش قهوه. قهوتك ايه؟ زياده، ولو ما فيش سكر بشربها زياده. انا متاكد انها قابلتك، ومتأكد إنها طلبت منك تبقى معاها، ومتأكد أكتر إنها قالت لك لازم تنتقم مني. ياه ده أنت فاهمها كويس أوي يا سمير،
بقول لك ايه، سيبك من كل ده وقول لي طلبت منك ايه بالظبط وانا هعوضك. ده ايه الثقه اللي بينكم دي يا صاحبي؟ اخويا حبيبي، احنا بقى لازم ننسى اللي فات. ده عاوز ايه مني بالظبط انا؟ انا مش عايز حاجه. وليه ما يكونش عاوز اللي هي عاوزاه بالظبط؟ ها؟ وهي يعني وهي عايزة ايه؟ عاوز انا اخلص عليك يا سمير. ايوه اخلص عليك. وعندها استعداد تجيب بدل الشاهد 100 شاهد يثبت ان انا ما كنتش موجود ساعة الكلام ده. وقالت لي كمان انها هتديني حق، حق اللي ضاع يا سمير، حق اللي ضاع من زمان، حق في الشركة. شفت بقى؟ شفت بقى انت بعتني عشان مين؟ بعت صاحبك، حبيبك، اخوك اللي عمره ما باعك عشان بعتك. هي باعتك من اول يوم. خلاص خلاص يا صاحبي، خلاص يا اخويا، خلاص بقى. ما احنا لازم ننسى اللي فات. ايوه لازم ننسى اللي فات لانه خلاص ما بقالوش لازمه. ده عيبك طول عمرك عشان ما بتركزش في اللي قدامك دلوقتي. عشان لو ركزت في اللي قدامك هتعرف اللي كان شكله ايه يا سمير. يعني لو ركزت في زينب عملت معايا ايه هتعرف كويس قوي هتعمل معاك ايه بعد كده. طيب طب ايه؟ أنا هشتريك مرة كمان يا صاحبي، هشتريك عشان متأكد وعارف كويس قوي إن أنا وإنت زينب ضحكت علينا. فعلا يا صاحبي، فعلا هو ده اللي حصل صدقني. بس إحنا لازم نفكر نعمل إيه كويس قوي. نفكر؟ هو إيه الخطر منها؟ القديم كله. لا قصدك الملف القديم؟ مش من مصلحتها. لو فتحت الملف القديم ده هيلف على رقبتها هي، احنا مالناش دعوه. يا صاحبي انا مش حمل مصايب ولا حمل مشاكل. يعني الشركه دي لسه بتاعتي. بس انا عارف كويس قوي انك انت سايب لها الشركه على الحديده. ايوه وعايزه تخرج منها بتشحت زي ما دخلتها. ولا عاوزها تتسجن زي ما انا اتسجنت؟ لا أنا نفسي أسمع الله يرحمها. ياه ده أنت شايل منها قوي يا سمير. مش عايز أي دليل اللي حصل. سمير أنت فاكر عشان دخلت السجن طلعت مجرم وقتل قتلة ولا إيه؟ لا يا صاحبي يعني مش شرط أنت. في أكيد ناس تعرفها. طب أنا هستفيد إيه؟ طلباتك أنت عايز إيه؟ شوف بقى لو أنت خدت 1,000,000 جنيه وحطيتهم في بنك من 20 سنة كان عامل فايدة قد إيه؟ بسيطة وأنا موافق. ميرا ما بتردش، هتجنن. يا رب رد يا بنتي اطمن عليكي. تلاقيهم هم طبعا عارفين مكانها. لا خالص انا فتشت البيت، هي مش موجوده هناك. بيت ايه اللي فتشتيه؟ وانت فاكراهم يعني هيخبوها عندهم في البيت؟ تلاقيهم ودوها في اي حته. ربنا يستر يسترها يا رب. اهلا يا هانم. ايه ده؟ اوعى كده، انت ايه اللي جايبك هنا؟ انا هطلب لك الامن بس حالا يرموك بره. امن يا روح امك، تعالي هنا. اه اضربها بقول لك. جريها وليه؟ وليه في عينك سافر قليل القدر؟
اي كلمه تانيه هكسر عظمك. سامعه؟ بصي رقبتك على صدرك. تعالي هنا. اسف. انت من هنا ورايح وجودك هيبقى في البيت تغسلي وتكنسي وتمسحي، فاهمه؟ وكل همك انك ترضيني. ارضيك؟ طب اقسم بالله اعلمك الادب. وانا هعرفك مين هو سامح. سامعه؟ انا ممكن اجرجرك من هنا لحد باب الفيلا من شعري، بس انا هسيبك تجيب مزاجك، بس لو اتاخرتي هجيبك من تحت الارض. سامعه؟ ده هي بتاخدك. معلش معلش يا ايدي حبيبتي، والله لا ربيك والله لا ربيك. ها ايه الاخبار؟ اهدي يا نجلاء شويه، مش لازم يعرف الاول؟ لا طبعا انا لازم اطمن الاول، بس هو ممكن يرفض على فكره. ارجوك يا دكتور عشان خاطري. للاسف يا ستي كل حاجه طلعت متطابقه كانك انت وهو واحد. الحمد لله الحمد لله. ايه ده، انت مش خايفه ولا ايه؟ لا اخاف من ايه، انا لو كانت النتيجه اي حاجه غير كده كان ممكن اموت. بقول لك ايه يا دكتور، هو انا ممكن اعمل الحكايه دي من غير ما هو يعرف؟ لا طبعا. طب ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضلي تحت امرك. ممكن تقنعه؟ انا بصراحه مش عارف اقول لك ايه. ارجوك يا دكتور انا عايزه يعيش. انت مش حاسه ان جلن ده في خطوره على حياتك؟ بالعكس، هو لو عايش انا هكون اسعد واحده في العالم. هو بس يعيش ويترحم الالم اللي بيعيشه كل يوم في حياته. ياه معقول؟ انا حبيت حياتي من ساعه ما عرفته يا دكتور. انا كنت خلاص حسيت ان الدنيا اتقفلت في وشي وان انا المفروض اقعد واستنى الموت، لكن هو حببني في كل حاجه من الاول. يعني زي مجدي ده لازم يعيش. انت بتحبيني الدرجه دي يا نجلاء؟ اكتر مما انت تتخيل. هتقنعه؟ طب بص قوله ان في متبرع، بس ما تقولوش انه انا. هحاول. هو فين دلوقتي؟ هو لسه خارج من غرفه الغسيل من ساعه واحده. طيب ماشي انا هروح له. اتفضلي. ايه الدلع اللي انت فيه ده؟ قوم. اوعدك اول ما اقدر اقوم هقوم. عندي خبر ليك حلو قوي. خبر ايه؟ لانه متبرع. متبرع لايه؟ هو ليه متبرع لايه يا مجدي؟ للكليه. لا طبعا. انا مش قادره افهم انت ليه رافض الموضوع ده؟ رافض الموضوع ده لاني مش هاخد حته من بني ادم علشان هو يموت وانا اعيش، عمري ما هعمل كده ابدا. مش يمكن هو يكون اتكتب له عمر جديد باللي هو هيعمله؟ انت ناسي حضرتك ان انا دكتور وفاهم انا بقول ايه كويس. لا مش ناسيه، بس هو محتاج فلوس وانت محتاج كليه وعندك اللي تدفعه. يا نجلاء اسمع مني بس يا مجدي عشان خاطري. انا خلاص اتفقت مع دكتور محمد على كل حاجه، وانت بس سيب الامور تمشي زي ما تمشي. عشان خاطري يا مجدي، عشان خاطري مش عايزه اخسرك. انا مش قادره اتخيل ان في يوم ممكن يعدي عليا من غير ما انت تكون جنبي. ايه الكلام الحلو ده بس؟ انا مش قد الكلام ده دلوقتي. طب اعمل ايه بس؟ انت مش قادر تفهم قد ايه انت غيري عندي. وانا كمان والله العظيم بحبك قوي. بص بس يا مجدي وبجد بتحبني لازم تعمل كل حاجه عشان تفضل جنبي. ماشي ماشي ولا لا؟ حاضر. تفضل. كنت متأكد إنك هتنزلي. أنا كنت جاية أقول لحضرتك. حضرتك ده إيه؟ أنا عايز أتجوزك دلوقتي النهاردة قبل بكرة. إيه؟ سكتي ليه؟ أنا عارف إنك ما عندكيش مانع. إذا كنتي قلقانة عشان لمار وسعيد ما تقلقيش، أنا أبوهم وهعرف أتعامل معاهم. أصل في موضوع أنا كنت عايزة أفهمك إنه. أنا فاهم حاجة واحدة بس، أنا بحبك وبحبك قوي كمان. أنا عاملة عرض خاص بنص الثمن والدفع آخر الشهر. ها قلتوا إيه؟ خدي يا بنت دين. إيه؟ وأنت ما حرمتيش؟ لا ما حرمتش. ايه رايك بقى؟ طب اخلعي بقى منينه عشان المره دي فيها موته. ده فيها موتك انت يا حبيبتي، فهمتي؟ يلا معايا
حاجات ايه مش عايزه اقول لكم. اخر موضه، شوفي يا انسه ايه رايك، ومعايا كل الالوان، وادفعي اخر الشهر كمان. بقول لك ايه؟ ايه؟ خدي دول واستنيني هنا. رايحه فين؟ استنيني بس. بقول لك ايه يا رحمة؟ رحمي بنده عليا انا؟ ايوه بنده عليك انت. مش انت بتقول ان انا مراتك؟ تعالى بقى اوريك مراتك اللي مش مراتك هتعمل ايه؟ يا ناس اشهدوا الراجل ده مد ايده عليا وانا جايه النهارده بقى اخد حقي. يا قاتل يا مقتول. تعالى بحضن ماما يا حبيبي، ولا اقول لك تعالى تروح القسم واستلم مراتك من هناك. ولا هتعمل عيشة؟ يلا بينا يا نغم. والله ما هسيبك، لازم اعمل لك محرم شاهدين، وربنا ما هسيبك. بتعوريني؟ والله ما هسيبك. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا تعالوا منورين. ما شاء الله خمس امارات، الله اكبر. ها ما قلتوليش بقى ايه رايكم في بيتي الجميل ده؟ حلو قوي قوي يا احمد. اتفضل اتفضل اتفضل. شوفوا بقى يا بنات، انا عايزكم تاخدوا راحتكم على الاخر. ها البيت بيتكم طبعا مش محتاج. طب ثانيه واحده ثانيه واحده، هرجع لكم على طول. الواد احمد ده نمره خالص على فكره، انا مش مرتاحه له. انت بتشكي في نفسك، الواد زي الفل اهو. اسكتي انت وهي، افرض ظهركم. عايزه اقول لكم ان كل واحده لابسه فستان مش اقل من 5000 جنيه. اتجعزوا انت هتقفوري. ما بقفورش، لمي كرشك ده. كمال يا حمد الله على السلامه يا روحي. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ما تعرفيش ان متولي خطيبي بيشتغل مع احمد؟ اه والله ما اعرفش. على فكره انت من هنا مش سالكه خالص خالص بقى. على فكره بقول لك ايه يا حبيبتي، الحاج جوزي متولي احسن يغير رايه. وهو يتولي يا ماما؟ اه يا حبيبتي هيغير رايه اول ما يعرف حقيقتك. وحقيقتي بقى تفرق ايه عن حقيقتك؟ ايه ده، هو انت حقيقتك طلعت وحشه قوي كده؟ على فكره يا فريال انا سفله، بس سفله مع النوع اللي زيك بس. يا جماعه في انتوا مكسوفين ولا ايه؟ لا انا عايزكم تاخدوا راحتكم على الاخر. طب تعالوا معايا بقى، تعالوا اعرفكم على عزت باشا. يلا يلا تعالوا. احمد ده طلع وسخ قوي. وسخ بس؟ هو انت لسه شفت حاجه يا قلبي؟ صحيح، محدش يقدر يعرف اللي جوه البني ادم مهما كان. يلا اتفضل اتفضل. عزت باشا، احب اعرفك على بنات خالي. اهلا وسهلا. منى، مروه، سمر، نجلاء، ودي بقى كاميليا. تهيألي كاميليا انا شفتها عندك في الشركه قبل كده. اه ما هي كانت شغاله في الشركه عندنا بس لغايه امبارح للاسف. يا معقول؟ ايه وسابتكم ليه؟ ما عجبهاش الشغل عندنا. ازاي بقى؟ على فكره اللي بيبعد عننا بيخسر كتير قوي، خصوصا لو كان قمر زيك. ميرسي على الكومبليمون الحلو. انا الجو ده مش مريحني خالص. والجو ماله؟ ما الدنيا حلوه اهي. انت يا بنتي مش شايفاه بيكلم اختك ازاي؟ بصراحه عنده حق، النهارده كمال يا صاروخ. غباء بس؟ انت بس غبيه؟ هو في ايه؟ من نفسنا شويه، السواد قابب عليها. ما تخليكي في حالك، متحشره ليه؟ الو ازيك يا مجدي؟ وحشتني قوي. ايوه على فكره في ايه يعني، انا جريئه جدا ممكن اقولها. بحبك قوي. بتحبيه قوي مش كده؟ طب هكلمك بعدين يا مجدي، باي. ايه ده؟ ايوه طبعا بحب، فيها ايه يعني؟ بعدين مجدي يتحب. الصراحه هو يتحب قوي. كاميليا بقى تبقى احسن واحلى بنت عندنا في العيله كلها. احمد بلاش كده. بلاش كده ايه؟ دي حقيقه، واحنا عندنا في العيله كام كاميليا. على فكره هو بيجامل. انا عمري ما جاملتك يا كاميليا وانت عارفه كويس. احب كمان اعرفك على عزت باشا.
عايزة الباشا ده كاميليا يبقى ملك ملوك رجال الأعمال اللي في مصر كلهم. ملك ملوك رجال الأعمال؟ طبعا. على فكرة أنت عندك حق، أحمد دايما بيبالغ. طب ماما أنا بقى اللي بقيت ببالغ في القعدة، أستأذنكم أنا بقى عشان أطمن على العشاء، مفيش حاجة بتحصل هنا غير لما أنا اللي باشر عليها. يلا أسيبكم براحتك، خد راحتكم على الآخر. ها قولي لي بقى، انت كنت بتشتغلي في مكان تاني غير شركه احمد؟ لا. احمد قال لي انك خريجه لغات وترجمه مش كده؟ اداب انجلش. معقول؟ بس اتجوزت بقى وقعدت. انت متجوزه؟ لا كنت، ودلوقتي ارمله. انا اسف. لا مفيش حاجة، ده من فترة طويلة. بس انت عندك حق انك تسيبي شركة احمد، ده مش مكانك خالص. انا كمان حسيت بكده. لازم تستفيدي بالشهادة بتاعتك. ازاي؟ تحبي اساعدك؟ ممكن. طبعا. انا عندي صديق صاحب دار للترجمة كبيرة قوي، لو تحب تشتغل فيها أكلمه لك. بجد؟ أنا عمري في حياتي ما قلت حاجة جد أبدا. إيه بتضحكوا على إيه؟ ضحكونا معاكم. اقعد يا عايزة باشا دمه زي العسل مش كده؟ تحب تشربي كاس؟ أعمل لك كاس. أحمد عندك أنت عايزة باشا كاس لكاميليا من أي تشربي؟ ايه يا ابني ما تبص قدامك، في ايه؟ ازيك يا بابا؟ ايه عامل ايه الاخبار؟ ممكن انا دي كاميليا؟ ما انا ادولك كاميليا ليه؟ عايزها في موضوع. طب ما تروح امتى ندى لو انت غريب؟ لا انا مش غريب. طب روح. ماشي هروح. مش هينفع تنادلها انت؟ عادل. ماشي. سمر ايه؟ بقول لك ايه؟ هو مال الواد عادل في ايه؟ انا مش فاهمه انت بتقصدي ايه؟ حاسه ان هو عيني من كاميليا. عمال يبص لها ومش طايق نفسه قاعده مع الراجل ده. وانت ايه اللي يخليكي تقولي كده؟ يعني اكيد مش هتبص لعادل، يعني سيب الراجل الكبار اللي مش شكله مليان فلوس ده تبص لعادل، انا ممكن اموتها. ما تلمي نفسك يا بنت، ما تهزرش. مفيش فايده فيكي خالص. اقعدي بقى. في ايه؟ مش على بعضك ليه بس؟ مش قادره يا نجلاء، مش قادره اخد نفسي، مش واخده على الطقومه دي. بس عايزه اقول لك ان انت زي القمر النهارده. قمر ايه وشمس ايه؟ هستفيد ايه؟ انا مش قادره اخد نفسي، كتم على كرشي. ما هو طبعا هتكتم على كرشك بالبطوط اللي انت لابساه ده. ده ميكي. كويس انا داخل فيها اكتر. اسكتي. مش غيره. انا عمال اخبط في كل الناس النهارده كده في ايه؟ هي كاميليا جايه ليه النهارده؟ وانت مالك يا فريال؟ ما تخليكي في نفسك. هو انا قلت حاجه غلط لا سمح الله؟ لا ده انت الغلط نفسه. تحب اناديها لك؟ ايه؟ ينفع؟ طبعا. طب ما تناديها. كاميليا كاميليا عن اذنك تعالي. اتفضلي. انتي عبيطة يا بنت، انتي فاكرة نفسك في الحارة يا بنتي؟ احنا في فيلا. احنا ايه؟ فستانك عاجبني. اللي فستانك عاجبني ناديني عشان تقولي لي كده شحتي. عادل عايزك. عادل عايزك؟ انتي غريبة ومريبة البنت دي عبيطة. عايز ايه عادل؟ انا الحق عليا، عايزة اختبرك. نعم. انتي شكلك حلو قوي النهارده على فكرة. في ايه يا جماعه؟ مالكم النهارده؟ الفستان ده انا شحتاه من اختي. لا مش ام الفستان، ام اللي لابسه الفستان. شكلك حلو قوي. كنت اقول لك عمتي. ايه ده؟ ايه ده اللي انت عامله نفسك ده؟ عمتي. ما تقوليش عمتي. امال اقول لك ايه؟ يا تانت.
يا عمتي ايه ده؟ ايه فيلم الرعب ده؟ انا متى حفلة انها كورية؟ ده هالوين ده. استاذ وجيه اهلا وسهلا. اهلا. انت اخت مروه صح؟ ايوه انا نجلاء اختها. فيكي شبه كبير منها. اذا بجد انا حلوه زيها؟ طبعا نفس الطعام. اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. طيب عن اذنكم بقى اتفضلي. ايه استنيتك ما جيتيش يعني؟ ما انا قلت لك احتمال ما اعرفش اجي. طب مش تتصلي بالتليفون تبلغيني؟ اصل انا بصراحه بتهربي مني وده معناه كويس. والله معناه ايه بقى؟ معناه ان انا باجي على دماغك وبتفكري فيا بس بتقاومي. السيدة فضحتكوا على الآخر. أموت وأفهم جايب الثقة دي منين؟ إيه يا بنات؟ إيه الأخبار؟ ناقصكوا أي حاجة؟ كله تمام؟ تمام. إيه ده؟ أنتِ اللي موقفك هنا؟ أنتِ واقفة مع عبد البنات؟ لا 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 تعالي تعالي أنا عايزك عايزك يا بنات. فاهمين وسايبة الناس. تعالي اتبسطي بالحفلة، حفلة جميلة. تعالي اقعدي يا جميلة. تعالي يا حبيبتي. منور يا باشا. نورك يا هانم. والله لفيت السوق كله عشان ألقى فستان يعجبني ما لقيتش، بس جبت طقم ألماس ب20,000 جنيه. بس؟ معلش يا زين باشا بنزعجك. تعالي يا ماما، عايزك يا ماما. تعالي تعالي إذنك. تعالي اتفضلي. شفت البورنيطة؟ جايبها منين دي؟ أنا عارفة. 20,000 جنيه هتفضحينا هتفضحينا بقى. أنا عامل الحفلة دي كلها وجاي تقول لي للراجل 20,000 جنيه؟ بقول لك إيه، قومي روح 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 شوفي هتعملي إيه. روح شوفي العشاء، روح شوفي العشاء. اتزحلقني. اطمني على العشاء، خلصيني. تفضحيني. احمد ايه عايز ايه؟ انا همشي. هتمشي تروح فين؟ اروح. هتروح ليه؟ مش عاجبني الجو ده. لا لا اقعد. لا انا مش هقعد، انا همشي. يا ابني بقول لك اقعد اسمع الكلام. هتقعد يعني هتقعد؟ انت غريب على فكره. مش معقول وجيه بيه بنفسه عندي. ده ايه الشرف العظيم ده؟ اهلا وسهلا حبيبي. ازيك يا وجيه بيه؟ حبيبي منور الدنيا كلها. وانا اقول مالها الحفله نورت مره واحده كده. ربنا ربنا يخليك. اهلا وسهلا، شرفت الدنيا حبيبي. ايه لسه عايز مروه تشتغل معاك؟ طبعا يا ريت. بس انا بقى مش هسيب مكاني. بستك يا مروه انك دايما عارفه انت عايزه ايه. لا انا عايزك تقول لها الحقيقه، عايزك تقول لها ان مصلحتها معايا انا مش حد تاني. احنا يشرفنا طبعا يا وجيه بيه. معقوله مش حاجه؟ ثانيه واحده هديكوا كل حاجه كل حاجه كل حاجه. ماشي ماشي يا احمد ماشي. طب ايه مش هنشرب حاجه؟ ما هيجيب لنا نشرب اهو. طب يلا. على بالك انت. على كده بقى انت بتحب الادب العالمي؟ طبعا. مش كنت بدرسه؟ أنا بقى بعشقه. مفيش رواية أقراها إلا ما أتمنى إن أعيش أحداثها بكل تفاصيلها. زي؟ أحدب نوتردام مثلا. طب وإيه الشخصية اللي عجبتك في الرواية؟ الأحدب نفسه، كوازيمودو. قد إيه كان طيب ورقيق وجميل من جواه. طب وإيه رأيك في بطلة الرواية؟ أزمرالدا؟ لا لا لا، كانت أضعف من إنها تحب. الحب ده محتاج للشخص القوي، الشخص اللي يقدر يقرر هو عايز إيه ويعرف يختار. لكن أزمرالدا ما عرفتش تختار، عشان كده راحت للنهاية اللي كتبها المؤلف. ولو إني مختلفة معاك في الرأي، لكن أقدر أقول لك إني مبسوطة إني لقيت حد بيحب الأدب زي شكلنا كده. ممكن نبقى أصحاب. يا ريت. وأنا عند وعدي، هكلم صاحب دار الترجمة عشان تشتغلي معاه. حرام واحدة بالذكاء والرقة دي كلها تشتغل في مكان مش بتاعها. هو المرتب في الدار هيبقى قليل، بس مستقبله هيبقى أحسن. أنا بفكر لك صح؟ صح؟ صح. هي كاميليا جاية علشان الضيف العزيز ده ولا إيه؟ بقول لك إيه؟ تعرفي تقفلي بقك ومالكيش دعوة بالموضوع ده؟ حاجة غريبة.
هتعمل ايه؟ فريال اتجننتي ولا ايه؟ ازاي تخش هنا؟ بتقولي لو شافك هنا هتبقى مصيبة، وانت عارفة كده كويس. ما تقلقش علي، هو لو لف الفيلا كلها مش هيخطر في باله اني هنا. وانت عايزة ايه دلوقتي؟ انا عايزة افهم. دي مش اتخطبت المتولي، عايزة ايه تاني بقى؟ والله لو قلت انك عقلت ورجعت القديمه انا ولا قديمه ولا جديده، حاجه كده زي العسل. رغم انك ندل وطلعت يعني اي كلام، بس انا بقى مش هعمل زيك واقل باصلي، رغم اني ممكن اطربق الحكايه كلها فوق دماغك. هتمتولي؟ طبعا. هو انت ناسي ان انا شاهده على كل حاجه حصلت؟ واضح ان انت اللي مش واخده بالك. كل اللي انت بتهري فيه ده خلاص بح. اي كلام هتقوليه هيبقى عباره عن كلام واحده غيرانه ان حبيبها سابها وفلسحها وتلعبون بها، هيبقى شكلك وحش قوي قوي وهتصعبي عليا قوي. واللي واقف قدامك ده انا ممكن اقولك ممكن اعمل ايه فيكي. انا ممكن اسجلك انت ومتولي تخشوا السجن ما تخرجوش منه ابدا. انت بتهددني يا احمد؟ انا مش بهددك يا فريال ولا حاجه، انا بس عايز اعرفك حجمك، حجمك المظبوط في الدنيا اللي انت شايفاها قدامك دي كلها. لا تكوني مش واخده بالك ولا حاجه. طب خد بالك انت بقى، عشان واضح ان انت ما بقتش شايف الناس كويس ولا شايف اللي تحت رجليك. دول مش صراصير عشان تفعصهم برجليك، ولا هم نملة عشان تهرسهم، لا دول ممكن يكون مسمار يدخل في كعب رجليك وما يطلعش منه، وممكن كمان يا حرام يعمل لك غرغرينة ونضطر نقطع رجليك عشان تعيش. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هو عامل وش؟ ايه ده؟ قولي ايه اللي بيحصل ده؟ رد عليا. ده انا كده بقى قفشها ثلاث مرات. الو؟ ايوه انا. لا انا بر. تخيل لحد دلوقتي. انا في عزومه كده عند ابن عمتي. لا انا مش بعيده خالص، تخيل ده انا قريبه منك جدا. انا عايز اشوفك. ما تقوليش لا، قولي لهم اي حاجه علشان تمشي، قولي انك تعبانه وعايزه تروحي وانا هستناكي بره. بقول لك ايه، اذا ما مشيتيش دلوقتي انا حاجب نفسي واخدك من جوه. قلتي ايه؟ خلاص انا هستناكي على الباب بره بسرعه. ها مش ناوي تقولي ايه اللي في دماغك؟ ابدا ما فيش اي حاجه، انا معجب بيكي وبس. كده معجب بيه بسرعه خبط لازم عادي يعني، هو الواحد لما يشوف واحدة ويعجب بيها فيها بقى خبط لزق وبسرعة؟ لا يعني إن أنا أعرفه لما حد بيعرف حد ويعجب بيه لازم يعرفه كويس الأول. لا تقصدي عشان يحب حد لازم يعرفه كويس. ودي تفرق؟ طبعاً تفرق. يعني أنا مثلاً ممكن أعجب بيكي وكل حاجة فيكي من غير ما أتكلم معاكي، لكن بقى بعد ما أقرب منك وأفهم شخصيتك وأحس إن في بيني وبينك حاجات مشتركة ساعتها بقى ممكن أفكر إن أنا أحب. طب وانت بقى قررت ان انت تعرفني عن قرب ولا عايز تعرفني بعد بعيد؟ لا طبعا ان انا قرب. طب قول لي بقى، ده قرار انت مقتنع بيه ولا انت قررت ان انت تقرب لما عرفت ان مدحت عايز يقرب؟ مدحت؟ انا مدحت ده ما يشغلنيش اصلا، انا مش شايفه. مدحت ده عامل زي الطور اللي نزل الغيط عمال ياكل كل حاجه، مش عايز يسيب اي حاجه لاي حد. ده زي مدحت ده لازم البلد تتخلص منه. ايه انت بتكرهها قوي كده ليه؟ لا عادي،
بس هو اي حد بيستغل سلطته وفلوسه ونفوذه وعلاقاته ويتعامل مع الناس بتكبر ومن فوق، يتعامل معهم كانهم عرايس ماريونيت، لازم نتخلص منه ونخلص منه خالص. هو انا حاسه ان انت متحامل عليه زياده عن اللزوم؟ لا والله ابدا. اسمعي بس نصيحتي، انا عايزك تبعدي عن مدحت ده خالص، المرحله الجايه مش بتاعته خالص. تعالى احمد، عايز ابص. عايزني في ايه يا ابني؟ طب ما كنت قلت لي اللي انت عايز تقوله لي جوه. ادخل بس، عايز اقول لك على حاجه. بتقول لي ايه ده يا ابني؟ سايب الناس وجايبني على جنب عشان مش فاهمك انا خالص. عايزك وشايفني مشغول ومش فاضي. انجز قول عايز ايه. انا هاخد كمالي واروح على البيت. نعم، انت مجنون ولا ايه؟ لا انا مش مجنون، بس انا مش متخيل اللي انت بتعمله بره ده ايه. الفلوس بتجنن للدرجه دي؟ بتغير للدرجه دي؟ انت مش شايف انت بتعامل ازاي يا احمد؟ هتكون راضي عن ال بتحب كاميليا؟ حب ايه وبتاع اللي انت بتقوله ده؟ الموضوع بس هما فين ان احنا يعني انا شايف في غلط بيحصل، وبعدين احنا ماشيين سكه غلط يا احمد يعني، وعزت ده لازم يبعد عن كاميليا، ما ينفعش يقرب لكاميليا اساسا. وانت مالك؟ دي بنت خالي وانا حر فيها، اعمل فيها اللي انا عايزه، انا اكتر واحد اقدر بمصلحتها. وبعدين انت ايش دخلك اصلا في حياتنا؟ انت بتتكلم جد احمد؟ امال بهرج؟ طب خد بقى عندك التقيله، اتفقت معايا اني اجوزها له. تجوز مين؟ اجوز كاميليا العزت. ازاي يعني وتسيب كاميليا العزت يا احمد؟ الله، وانت مالك يا اخي؟ بقول لك ايه؟ كاميليا دي تشيلها من دماغك خالص، ها؟ بدل ما تحط نفسك في مزنق انت مش قد. ولو انا شلتها من دماغي تفتكر هي هتشيلك من دماغها؟ ايه تشيلني من دماغها دي؟ وانت فاكر ان كاميليا بتحبني ولا ايه؟ لا متهيألك. لا مش متهيألك، يا ريت يكون متهيألي، لكن كاميليا بتحبك وانت عارف كده كويس، بتحاول تقرب منك وتلف حواليك وتعمل اي حاجه عشان تاخد بالك، وانت ما بتاخدش بالك غير من نفسك بس، احمد وبس. بقولك يا عادل، كاميليا دي خلاص خرجت من حساباتنا. على اساس ان هي جاريه من جواريك البيع وتشتري فيها؟ يا ابني انت مبعكك لي الدنيا في بعض ليه كده؟ في ايه مالك يا عادل؟ وانا لما اجوزها لحد غني وملياردير و تاجر مخدرات، تاجر سلاح، في يوم من الايام هيقع وهيوقعها معاه. بنت خالك يا احمد، كاميليا دي بنت خالك. مين ده اللي يقع يا ابني؟ انت عبيط ولا ايه؟ ده عزت باشا، عزت باشا نمره واحد في بلدك دي. لنفسه مش لكاميليا. بقول لك يا عادل، لاخر مره بقولها لك، كاميليا دي تشيلها من دماغك خالص، فاهم؟ وبعدين لازم تفكر كويس ان شغلتك معايا انك تقول حاضر ونعم وبس. اتفضل بقى اخرج دلوقتي عشان تشوف المعازيم بتوعي، ضيوفي محتاجين ايه. يلا. اتجنن ده. وحشتيني. بقولك وحشتيني. وانت كمان وحشتني. انت رايح فين؟ انا ما قلتش لحد اني ماشي. مش مهم. لا مش مهم ازاي، ما ينفعش. طب تعالى قولي الاول، انت ايه اللي خليك تيجي لحد هنا دلوقتي؟ ابدا، عايز اشوفك، عايز اقعد معاكي، اتكلم معاكي. وجودك جنبي بيحسسني فعلا اني عايش. صدقني لو قلت لك ان انا طول السهره وانا وسط الناس عمال افكر فيك. طبعا احب اصدق جدا حاجه زي دي، بس حاسه ان الوضع غلط. لا مش غلط، ده صح، وصح جدا. انا بحبك، بحبك قوي كمان. انا عمري ما حسيت الاحساس ده، عمري ما حبيت الحب ده. انا عارف ان في فرق في السن بيني وبينك، لكن ما اعتقدش ان الفرق ده يمنعني اني احبك.
مش عارفه اقول ايه، مش عارفه افكر، هتجنن، مش عارفه اعمل ايه. لو عايزه ترجعي دلوقتي وتروحي لهم انا مش هقول لك لا. لو فضلتي معايا اوعدك هحاول اخليكي اسعد انسانه في الدنيا. لسه ما بتردش؟ اكلم لك احمد؟ احمد ايه؟ انا هكلم عادل احسن، لان احمد لو عرف ممكن يعمل مشكله. مش هيعمل مشكله ولا حاجه يا ستي. انت كنتي فين؟ هبقى اقول لك. مع علاء صح؟ طب مش تقولي ان انت هتسيبينا؟ كنا قلقانين قوي. تعالي لو سمحتي جوه عايزاكي. مجدي وحشتيني قوي. لسه ما بتردش؟ اكلم لك احمد؟ احمد ايه؟ انا هكلم عادل احسن، لان احمد لو عرف ممكن يعمل مشكله. مش هيعمل مشكله ولا حاجه يا ستي. انت كنتي فين؟ هبقول لك. مع علاء صح؟ طب مش تقولي ان انت هتسيبينا؟ كنا قلقانين قوي. تعالي لو سمحتي جوه عايزاكي. مجدي وحشتيني قوي. وبعدين اخرتها ايه؟ كدابة لو قلت لك انا عارفه الاخر وشايفاه وعارفه ايه اللي ممكن يحصل. يعني معنى كده ان في حاجه غلط بتحصل، او يمكن عشان الامور صعبه، عشان مفيش حاجه غلط انا بفكر فيها وهو بيفكر فيها. ممكن اسالك سؤال؟ انت مبسوطه؟ يعني مرتاحه باللي انت فيه؟ انا ببقى مبسوطه وانا معاه. أنا مبسوطة وأنا بسمع صوته وهو بيتكلم. أنا مبسوطة وأنا بحلم. بس أول ما بمشي بعيد بحس إن كل حاجة لازم تتغير. كاميليا أنا عايزة أقول لك على حاجة، وأنا عارفة إنك هتفهمي اللي أنا عايزة أقوله. كاميليا أنا عايزة أعيش معاه. أنا بحب الحالة لما ببقى معاه. ده بعيد عن كل الاعتبارات اللي انتي ممكن تحطيها في بالك او العالم كله ممكن يحطها في دماغه. انا مش عايزه ابعد واندم، مش عايزه احس ان كل اللي كنت بحلم بيه في يوم من الايام كان بين ايديا وراح، راح كده بسبب مخاوف وقال انا مش عارفه سببه ايه وجاي منين. بس انا خايفه عليك. بس تصدقي ان انا اللي خايفه عليك. عليا انا؟ من ايه؟ كاميليا انت شغله بالك بينا، انت طول الوقت بتفكري في نجله، فيا، في مروه ومنى، حتى ميرا مش واخده بالك من نفسك ولا حتى عارفه انت بتعملي ايه. انا بعمل ايه؟ انت مبسوطه من اللي حصل النهارده؟ انا مش شايفه حاجه غريبه حصلت. لا انت عارفه وشايفه وحاسه وعارفة أنا بقصد إيه. قوليلي بقى، من إمتى أحمد عمل حفلة وعزمنا فيها؟ من إمتى فكر هو ومامته حتى إنه يجمعنا كعيلة واحدة في عيد أو مناسبة؟ من إمتى عزمنا مرة من أيام ما كان بابا كان عايش؟
عايزه تقولي ايه؟ انا عايزه اقول اللي انت شايفاه بعينيكي وحاساه بقلبك، بس مش عايزه تصدقيني. مش فاهمه. بصي بقى، انا عارفه كويس ان علاء اكبر مني في السن، وعارفه كويس ان والد صاحبتي، وعارفه كويس كمان ان انا ممكن اكون معاه لمليون سبب، ويمكن كمان بخدع نفسي، بس انا شايفه الموضوع من زاويه تانية خالص. ليه؟ انا فعلا بحبه، كنت بحبه، ده المهم، وانا شايفه انه بيعمل المستحيل عشان يقرب مني من غير ما يكون في اي حاجه مريبه حصلت. وانا كمان متاكده ان احمد بيحبني. انت شايفه كده؟ ايوه. شفتي بقى، انا ما جبتش سيره احمد، وانت عارفه كويس قوي انا قصدي ايه، واللي حصل النهارده هيخليكي تسالي نفسك مليون سؤال. كاميلا، هو في حد بيحب واحده يبقى عايزها تبقى جنبه، يخليها تقعد طول الحفله بعيده عنه جنب واحد تاني ويعرفهم على بعض كمان؟ ده انا حتى حاسه ان الحفله دي حصلت مخصوص عشان كده. كاميلا، خدي بالك من نفسك، اللي جواكي غير اللي جوا أحمد، واللي كان بينكم ده كان بينكم زمان. هتشتغلي في خدمة الغرف. ايه؟ هو ايه اللي ايه؟ هو انت فاكرة أول ما هتشتغلي مديرة الفندق يعني؟ أيوه بس مش للدرجة دي يعني يا شوق. هو ده اللي موجود، عاجبك ولا مش عاجبك؟ يعني أنا بقى نزيلة في الفندق من كام يوم، النهاردة هشتغل في خدمة الغرف. احمدي ربنا اللي وافق، وبعدين كفاية الفلوس اللي عليكي. ماشي، موافقة. صباح الفل يا باشا. اهلا يا شو، صباح الفل. خير؟ البنت اللي كلمت حضرتك عليها امبارح مش بطالة؟ جميلة. جميلة. بصي دي معانا بقى من النهاردة كده تحت ايدك لحد ما تتعلم. اوكي، يلا. اي خدمة يا شو. متشكرين يا باشا. متشكرين. متشكرين يا باشا. يلا غيري هدومك. هو انا يعني كده خلاص اشتغلت؟ لا، المفروض يعني في اجراءات تتم الاول، يعني تقدمي اوراقك، تعمل لك عقد، بس عشان خاطر شروق المدير ظبط الليله كلها لحد ما يشوف هتنفعي ولا لا. هنفع ولا لا؟ انت متاكده انك فكرتي كويس قبل ما تعملي كده؟ ليه سألت سؤال زي ده يا بابا؟ لأن يا حبيبتي مفيش حد بيعمل كده. أنت بتعرف بقى إن أنا اكتشفت إني بحبك وما أقدرش أستغنى عنك. وأنا كمان بحبك. بس الناس بتدور على الفلوس والثروة والأبهة، والعريس لما يجي لك يلاقيكي في قصر مش يلاقيكي في البيت الفقران العدمان ده. بس أنا اكتشفت يا بابا إن السعادة مش في الفلوس. السعادة إنك تعيش مع الناس اللي أنت بتحبها. وحاسس معهم بالأمان. ربنا يا بنتي يكملك بعقلك وما تندميش على القرار اللي انت خدتيه ده. طب تعرف ليه بقى يا بابا انا صممت اعيش معاك؟ ليه؟ عشان انت بتديني القوة. والله يا بابا، لما ببص في عينيك بحس ان انا ممكن احقق كل احلامي، حتى لما بحس بالضعف بجري عليك عشان اقعد معاك واسمع منك كلام حلو قوي يديني القوة. ربنا يخليك ليا. وانت كمان يا حبيبي.
استني عشان عايزاكي. خير؟ انت مش قلقانه على اختك؟ لا. هو احنا كنا نعرف عنها حاجه؟ ولا عمرنا كنا عشنا معاها اصلا؟ ما يمكن الستي تعرف حد وما صدقت تفشت معاه. انت مجنونه ولا ايه؟ لا ليه؟ ما هي دي الحقيقه. يعني انت شايفه انها تختفي فجاه كده ومحدش يعرف عنها حاجه، دي حاجه طبيعيه؟ بس ميرا ما تعملش كده. يا سلام، لا ميرا تعمل كده واكتر من كده بكتير. طب انت رايحه على فين؟ رايحه الفيلا عند سامح، في حاجات لازم اجيبها من هناك. وانت مش خايفه تروحي لوحدك كده؟ ما تقلقيش، هو مش هناك من امبارح. يلا باي باي. صباح الخير. صباح الخير. ايه مالك؟ شكلك زعلانه، في حاجه ولا ايه؟ لا ابدا. ايه ميرا ما ظهرتش ولا اتصلت؟ لا. ما تقلقيش ان شاء الله هتظهر قريب. انا بفكر ابلغ البوليس. لا لا استني بس، استني لحد النهارده حتى ما يخلص، بكره بيبلغيه. انا كنت فاكره ان انت تعرف هي فين. انا هعرف منين يعني؟ ايوه انت، انا كنت بشوفكم الفتره اللي فاتت بتتكلموا وتخرجوا مع بعض وتشوفوا بعض. لا عادي، احنا قريبين لبعض يعني، اخوات مش اكتر، مفيش حاجه. عن اذنك. بس خلي بالك بقى ان الموضوع لازم يبقى اعمق من كده بكتير عشان بخير. بقى هو قال لك كده؟ سمير ده طول عمره جبان، ما بيحبش الا نفسه، طول عمره كان بيستغلك. عشان كده يا زينب انا جيت اقول لك علشان تعملي حسابك. هو قال لك انه عايز يخلص مني انا؟ مش كده وبس، قال لي يا عبد الله انا هطردها، هطردها بره في الشارع هي وبنتها، لازم ارجعها شحاته زي ما كتبتها. الكلب ابن الكلب. عبد الله سمير ده لازم ينتهي. انا مش بقول لك كده عشان الكلام اللي سمعته منك ولا اللي قاله، انا بقول لك عشان كل حاجه هنا من حقك انت يا عبد الله. عشان كده حبيبتي انا جيت لك عشان نفكر مع بعض نعمل ايه. انا عاوز حقي يرجع لي، حق اللي راح، الشركه والفيلا، واهم من ده كله انت يا زينب. انا غلطت اللي وثقت فيه، كنت لازم اعرف الانسان اللي اكمل معاه حياته واثق فيه هو انت يا عبد الله. ما تقلقيش يا حبيبتي، الغلط يتصلح. يتصلح ولازم يتصلح يا عبد الله. ان شاء الله يتصلح. ان شاء الله خدك مني، اتحرمت منك الفترة دي كلها. أنا كنت بقعد مع نفسي كده أفكر أقول مش ممكن، مش ممكن يا عبد الله أبداً زينب هيجي في يوم من الأيام وتبيعك. أنا برضه أبيعك يا عبد الله، معقولة؟ أنا مش عايزك تتكلمي خالص يا زينب. أنا كل اللي طالبه منك إنك تثقي فيا. أنت عايز إيه بالظبط يا عبد الله؟ عايز أعوض الأيام اللي راحت مني. عايز أرجع ليكي تاني يا زينب. أنت ما تخيليش مفيش يوم من الايام كان بيعدي عليا في السجن الا وانت ببالي على طول. انت بتقول ايه يا عبد الله؟ انا عايز اقول لك يا زينب اللي انت ما فهمتوش ولا عرفتهوش. انا مش زعلان ان انا اتسجنت، كل اللي زعلني بس ان السجن فرق ما بيني وما بينك. خلاص يا عبد الله، اللي حصل حصل، وانا عرفت ان سمير ده ما يستاهلش اي حاجه انا عملتها عشانه. زينب انا عايز اسالك سؤال. اسال يا حبيبي. انت ليه ما فكرتيش في يوم من الايام انك تيجي تزوريني في السجن؟ ليه ما خطرش ببالك ان انا شلت الليله دي كلها عشان ما اشوفكيش في السجن متعذبه زيي؟ انا اتحملت السجن واللي راح من عمري ده كله، كان اهون عليا ان انا اموت اتعذب اتعب لكن ما اشوفكيش مسجونه زيي. انت ليه يا زينب مش مقدره ده كله؟ بجد مش عارفه اقول لك ايه. خلاص لا تقولي ولا تعيدي، أنا حاسس كده إن ربنا فتح لنا طريق جديد عشان نبدأ من جديد، نحط إيدينا في إيدين بعض يا زينب ونعوض اللي فات. لا 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 أنا هتصرف. أوكي مع السلامة. أميليا
اهلا. صباح الخير. صباح النور. ده انا حظي حلو قوي. انت كنت جاي لاحمد؟ انا خلصت معاه من شويه. بالمناسبه انا كلمت مدير دار الترجمه ووافق على طول. ياه ده انت واخد الموضوع بجد. انا عمري ما قلت حاجه الا ما كانت جد. بس لازم اقول لاحمد ان انا هسيب الشغل. مش هينفع. برضه لازم اقول له. اوكي براحتك. اتفضلي وقولي له وانا هستناكي هنا. ياه للدرجه دي متاكد انه مش هيرفض؟ جربي. ادخل. ازيك؟ كويس. عادل سيبنا شوي. خير يا كمال. انا قابلت عزت بره. عزت حاف كده. قصدك قابلتي عزت باشا؟ ياه هو للدرجه دي مهمه بالنسبه لك؟ مهم دي كلمه قليله جدا على فكره. هو اكتر من مهم. طب انت عارف ان هو جاب لي شغل بره الشركه هنا؟ تفتكرين بجد؟ ده خبر هايل طبعا. هايل؟ هو انت ما كنتش عايزني اشتغل معاك وهنا في الشركه ولا ايه؟ كاميليا لما عزت باشا يجيب لك شغل اكيد طبعا هيكون احسن من اللي هنا. احسن اننا نكون بعيد عن بعض. بعيد عن بعض ايه بس يا كاميليا؟ وانت جاي تشتغلي هنا عشان الشغل ولا عشان تبقي معايا؟ عشان الاثنين. لا غلط يا كاميليا كده غلط. ما ينفعش تدخلي يا كاميليا الامور الشخصيه في الامور العمليه كده يبقى اسمه غلط. يعني انت ايه رايك؟ ايه رايي في ايه يا كاميليا بالظبط؟ اني اسيب الشغل هنا واشتغل معاه. تشتغلي معاه؟ مش فاهم يعني. اقصد يعني اشتغل الشغل اللي جاي. بص يا كاميليا يعني لو الشغل اللي هو جايبه احسن من اللي هنا خلاص روحي اشتغلي معاه. لزومه ايه الكلام ده بس يا كاميليا دلوقتي؟ بتحبني؟ كاميليا بعد اذنك انا مش عايزك تشتغلي معانا هنا ولا حتى مع عزت. ليه؟ من غير ليه؟ هو انا لازم اعرف في حاجه انا مش فاهماها. حاجات كتير مش هينفع تفهميها ولا ينفع اقولها لك. كل اللي طالبه منك انك تقعدي مع نفسك وتقيمي الامور وتراجعي حياتك من اول وجديد وتعرفي مين بيخاف عليكي ومين لا. هو انا كنت هعمل كده فعلا. كمان انا مش عايزك تزعلي عشان خاطر اي حاجه في الدنيا. صدقيني مفيش حاجه تستاهل. اكيد اللي بيحصل ده احسن من اي حاجه ممكن تحصل يعني.
وكمان ممكن اللي بيحصل ده يخليكي تعرفي وتشوفي حاجات عمرك ما كنتي واخده بالك منها ولا كنت هتشوفيها. كمان انت ليه بتعيطي؟ ما بعيطش. ليه بتعيطي؟ احمد عليك في حاجه قولي لي. افتكرت بابا الله يرحمه. طب تحب ان نروح نقعد في اي حته نشرب اي حاجه؟ مش عشانك لوحدي، كان كمان متضايق وعايز اقعد مع حد اكون بستريح اتكلم معاه. مش قادره دلوقتي، عايزه اروح. انا مش هينفع اسيبك تروحي انت زعلانه كده. انا خلاص بقيت كويس. لا مش كويسه كمان، انا شايفك انت مش كويسه. والله بقيت احسن لما بتكلم معاك برتاح. بجد؟ وانا كمان والله. طب اقول لك على حاجه، انت عارفه واحنا صغيرين كنت اما بتقعدي تتكلمي مع احمد كنت بقعد يعني ببقى نفسي انا اللي اتكلم كده واتكلم معاكي. بس على فكره مش انا لوحدي، كان برضو العيال بيحسدوكي، بيحسدوا احمد عليكي. اه والله مش انا لوحدي يعني. ودلوقتي لغايه دلوقتي بحسد احمد عليكي. خلاص ما تحسدوش تاني. جميلة، عشان خاطري مهما حصل عايزك تفضلي تضحكي على طول، تفضلي كاميليا اللي انا اعرفها من وانا صغير اللي على طول بتضحك وعلى طول مبسوطه. ممكن كاميليا استنيتك كتير، ممكن صباح الخير. لا أنا في الشغل. لا أنا بحب شغلي قوي. أنا مش عارفة ليه إصرارك إن أنا أسيب الشغل هنا وأجي أشتغل عندك ده مخوفني قوي. حاسة إن في حاجة في دماغي أنا مش عارفاها. أيوة بحبك، وعمري ما تخيلت إن أنا أقول الكلام ده لحد إلا لما شفتك، وعمري ما حسيت إن أنا مشدود لوحدة إلا معاكي. مروة أنا فعلاً محتاجك جنبي. طب أقول لك على حاجة، أنا مش عايز رد منك دلوقتي، يعني مش عايز إجابة، أنا عاوزك بس تحكمي قلبك. أنا في بداية حياتي كنت بكتب في المشاعر الإنسانية، كانت الناس كلها متخيلة إن أنا بكتب كده عشان أجمع أكبر كم من القراء، بس الحقيقة بقى اللي محدش يعرفها إن أنا كنت بكتب كده عشان كنت مفتقد الموضوع ده. ما كنتش لاقيه. واجيه هو الكلام ده من قلبي. طب بقول لك يا مروه، انا عايزه اشوفك النهارده ضروري جدا. طب واجيه ممكن تسيبني دقيقه شويه اكلمك؟ ماشي. منى عامله ايه؟ نعم. منى اختك اخبار الشغل اللي معاها ايه؟ منى كويسه. انا قلت لها ان حضرتك عايز تقابلها وهي في الطريق. شاطرة البنت دي، أنا معجب بنشاطها جدا. هي نشيطة فعلا ومميزة كمان. مروة بقول لك إيه؟ هتيجي نتجوز بقى؟ نعم. نتجوز إيه؟ بقول حاجة غريبة. هي بصراحة حاجة غريبة أوي. إيه الغريب في كده؟ ده سؤال بسيط ومفهوم ومش محتاج إن أفسره. يعني أنت عايز تتجوزني تتجوزني ولا لقيتها سكة عشان توصل لي بيها؟ أنا آسفة طبعاً بقول لك كده، بس يعني أكيد أنت قعدت تفكر مع نفسك أوصل لمروة إزاي؟ أوصل لمروة إزاي؟ فيعني جيت سكت الجواز معاك كده عشان توصل لي؟ الموضوع مش كده خالص. طيب أنا عايز أعرف الموضوع الحقيقي اللي خلاك تقول إن أنت عايز تتجوز. حبيتك. إيه الأخبار؟ مفيش، قدمت بلاغ. كويس، انت من حقك ان انت تشوف ابنك طالما المحكمه حكمت لك بالرؤيه، يبقى خلاص ما تسيبش حقك.
هي على فكرة ما راعتش إحساسك ولا أي حاجة لما جت تسيبك وتاخد ابنك تاني، صح؟ أنت لازم تعمل ده برضه. صح، بس أنا قلقان على الواد. لا يا مجدي، أنت خايف من الموت. خوفك من أنت ممكن تموت في أي وقت هو اللي مخليك متنازل عن حقك. نجلاء صدقيني. لا صدقني أنت المرة دي. زمان كانوا بيقولوا فقد الشيء لا يعطيه، بس انت خليتني احس ان المقوله دي غلط. دايما عندك احساس بالقلق، احساس ان بكره مش جاي، واحساسك بالمرض اللي عندك ده مخليك مش عايز تعيش او حتى تعمل اي حاجه لنفسك، مع ان انت بتدي الامل لغيرك. نجلاء انت مكبره الحكايه. يا مجدي انا بحبك قوي، حبي ليك ده مش حاجه عاديه ولا مثلا كان حد شايف حد وحس ان هو قريب مني. لا أنا حاسة إن حبي ليك ده أكبر من الكلمة ذات نفسها. أنا بجد عايزاك تبقى أقوى من كده. أنا عندي مشكلة، أنا مش عايز ابني يبقى مقسوم اتنين، أمه تشد شوية وأنا أشد شوية. أنا مش عايز آخرتها أشوف ابني في القسم. غلط، لازم تشوفه مهما كان. هي عارفة إن أنت مش عايز تعمل أي حاجة عشان نفسية الولد، بس أنا بقولك أنت لازم تعمل المطلوب منك وأكتر كمان. ده ابنك، ده حقك. وهترفع قضية. أيوه هترفع قضية وتقول فيها ان ما ينفعش هي تاخده وتبعده عنك وتخفيه كده. مش من حقها ان هي تاخد ابنك وتحضنه كل يوم وتبوسه كل يوم وانت لا. مش من حقها كمان بعد ما المحكمه حكمت لك بالرؤيه ان هي تخفيه. ده ابنك. انت بتحبيني ليه؟ ايه السؤال البايخ ده؟ اول مره اسمعه من راجل يعني. دايما بحس ان الستات هي بتسال السؤال ده. انا بجد بشكر ربنا ان حطك في حياتي. أقول لك على سر؟ قول، مع إن أنا عارفة إن أنت ما عندكش أسرار. لا عندي. أنا ربنا لما ابتلاني بالمرض اللي عندي ده كنت عارف ومتأكد إن في حكمة. عارفة إيه هي الحكمة؟ إيه؟ إني لما قابلك أعرف إن ربنا إداني حاجة كويسة. وإنت لو ما كانش عندك المشاكل والمرض اللي عندك دوت ما كنتش أعرف قد إيه إنك أنت ملاك وربنا رزقني بيه. أنا ملاك؟ تعبيط. أه والله يا عبيط. أنت الملاك اللي ربنا بعتهولي واللي أنا مش هتنازل عنه أبدا. قول لي بقى، هو أنت ليه ما طلبتش إيدي لحد دلوقتي؟ في إيه؟ وأنا بقول حاجة غريبة؟ أنا عايزة أتجوزك. تضحك على إيه؟ أنت عايزة تتجوزيني؟ آه. طيب هتدفعي لي مهر كام؟ اللي أنت تؤمر بيه. طب والشبكة؟ يا باشا نروح لأكبر جواهرجي وشوف اللي انت عايزه. ها قول لي هتتجوز امتى؟ انت بتتكلمي جد؟ ايوه طبعا جد جدا. انا عن نفسي جاهزه وانت كمان شقتك جاهزه. انا وعليها هتجوزك النهارده قبل بكره اصلا. فيلا بقى انا هجيب بس شنطتي من بيتي واجيلك. يا نجلاء ما ينفعش اللي انت بتقوليه. ليه بس؟ مش عايز اسمع اي كلمه بعد كده. انا يا دوبك بكره هقول لك ميعاد كتب الكتاب امتى. بس كده. ايه بس ليه قلبة الوش دي دلوقتي؟ بجد انا عايز اعيش دلوقتي 100 سنه قدام. عايز افضل معاك العمر كله. ايه ساكته ليه؟ يعني حضرتك اللي طلبت من أحمد إنك تقابلني؟ حضرتك؟ وهي دي محتاجة برضو حضرتك؟ أنا بتهيألي اللي بينا أبسط من كده بكتير. آه أنا اللي طلبت من أحمد. وحفلة امبارح كانت عشان نتقابل ونقعد نتكلم مع بعض وبناء عن طلب، مش كده؟ أيوة كده. ليه؟ عشان أنا أول ما شفتك في الشركة لفت نظري ودخلت دماغي على طول وسألت أحمد قلت له مين دي؟ قال لي دي كاميليا يا بنت خالي. قلت له طب أنا عايز أقابلها بالسرعة دي هو وافق بالسهولة دي؟ أيوة طبعا. فيها إيه؟ فيها إن محدش قال لي إن كل اللي بيحصل ده
سببه ايه؟ شوفي يا كاميليا، انا حد دغري واللي في قلبي على لساني على طول، وانت انسانه رقيقه وذكيه وجميله، وانا بصراحه معجب بيكي قوي. ما انكرش ان امبارح كانت الحكايه غريبه شويه، بس انا بصراحه عايز اقرب منك اكتر واتعرف عليك اكتر واكتر. ايوه، بس انت مش شايف ان من حقي كنت اعرف عشان على الاقل اقول اه او لا؟ افهم من كده ان انسان غير مرغوب فيه؟ انا مقصودش كده، لكن انت مش شايف ان من حقي اني اقول اه او لا؟ اه من حقك طبعا. انا اسف اذا كنت اتصرفت معاكي بطريقه ضايقتك. لا ابدا، مفيش حاجه. طب ممكن بقى اعرف ايه الطريقه اللي ما تضايقكيش؟ ممكن اطلب منك طلب؟ يا ريت، اتفضلي. حضرتك حد ناجح ومعروف، واكيد صداقتك ليا ممكن تكون مفيده جدا بالنسبه لي. وهتبقى مفيده جدا بالنسبه لي. يعني لو طلبت من حضرتك تاني حضرتك تاني؟ لا تاني ايه، ده تالت واكتر كمان. انت ليه محسساني ان انا عندي 100 سنه؟ انا اسفه، ما اقصدش. ولا تتاسفي كمان، انا ابسط من كده بكتير. اوعي يغرك العربيه اللي بره ولا شويه الحركات القرع دي. لا 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 لا، ده انا صايع ومن بولاق اصلا. ايوه كده. طب بما انك بقى مصري اصيل ومن اجدع حته في مصر، ممكن نبقى صحاب؟ اه طبعا ممكن. بصي من الاخر كده، انت عجباني وانا مش هفرض نفسي عليك. لما اشوف بقى اخرج الصداقه دي هتودينا لفين. قولي لي بقى، تحبي تستلم الشغل امتى؟ انا خلاص ظبطت الشغل وهشتغل لحسابي. هو ده الصح، اصل احمد ده ناقص وملوش امان. بعدين يعني انت مش اقل منه في حاجه. شغل ايه بقى اللي هتعمله لحسابك؟ لا لا ده ايه جرايه ياما، هو انت جايه راميه ودانك؟ لا يا حبيبتي، مش راميه وداني ولا حاجه، بس انا عايزه اعرف انتوا بتتودوا تقولوا ايه، وشغل ايه اللي البيحة هيعمله، وسليم ولا معوج زيه؟ هو في يا ست الكل، هو انت تكرهي ان جوز بنتك يبقى غني ومعاه فلوس ولا ايه؟ طب ازاي انت عايز تبقى غني ومعاك فلوس؟ قولي بقى هتعمل ايه عشان توصل لكده. بصراحه بقى انا مش طايقاك ولا انت ولا احمد. انا عايزك تستريحي عشان كل الشغل اللي احنا داخلينه انا واحمد سليم و100%. ماشي ماشي يا متولي، انا هصدقك، بس بقى بصراحه عايزه اقول لك كلمتين. اتفضلي. من النهارده بقى مش عايزاك تطلع هنا تاني. كفايه. كفايه ايه ياما؟ كفايه دخول وخروج. لما نبقى نكتب الكتاب يبقى يجي زي ما هو عاوز. طيب سهل، انا ممكن نسهلها ونكتب الكتاب بكره لو عايزه. نعم. هي ايه سايبه؟ بقول لك ايه، مش طايقاك، يلا قوم. طب فهميني في ايه بس يا حماتي؟ قوم، ولما تبقى جاهز كده ومستعد ومحضر نفسك تعالى، هتلاقينا مستنيينك. يلا يا اخويا اتطرق بقى. ممكن اعرف بقى انت عملتي كده ليه؟ مش نازلني من زور. ليه بس؟ عمل لك ايه؟ مش مستريح حاله. وبعدين ده انت بنتي الوحيده، حرميكي ولا ايه؟ يا بنتي يا بنتي، الواحد لازم يبقى عامل حسابه، ولو ما كانش يعيش عالي الدنيا هتقع بيه. اه قصدك الواحد لو معهوش فلوس هيتدفن بالحياه. لا مش هقول لك كده، ومش هقول لك زي الناس ما بتقول ان مش مهم الفلوس. لا الفلوس مهمه، بس كمان السمعه الطيبه والناس المحترمه والناس اللي ليها وزن. وده فين بقى ان شاء الله؟ ما احنا اهو ناس محترمين طول عمرهم، وابويا ايه الله يرحمه الحاره كلها بتحلف بيه. بس بقى كسبنا ايه؟ الصلاه على النبي. لا يا حبيبه امك، كسبنا كتير،
بس انت واضح انك مش واخده بالك. احنا عايشين لغايه دلوقتي بحسه وسمعته. النبي يما انا ما ناقصه كلام يوجع راسي على الفاضي. راحه على فين يا موكوسه؟ نازله المحل علشان لو ما فتحتوش من الصبح مش هنلاقي ناكل. ردي بقى. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يستر. عملتي ايه؟ سمير كان عم يسامح في الفيلا. ايه؟ يعني ايه؟ يعني في حاجة غريبة. يعني لما سامح وسمير يبقوا مع بعض في مكان، ده معناه انهم بيتفقوا على حاجة واحنا ما نعرفهاش. أكيد طبعا. المواضيع كده بقت مطمنش خالص. عندك حق. انت بتكلمي؟ هقول لك بعدين. لا قوليلي دلوقتي انت بتعملي ايه؟ استني بس اما اخلص واقول لك. اهو انت كده بقى يا حبيب قلبي من جوه. البنت حلوه فعلا، وانا كنت مبسوط وانا قاعد معاها. وعشان احنا هنبقى نسايب قريب قوي، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي. خلي بالك من متولي. متولي؟ متولي عايز يشتغل من وراك، عايز يشتغل لنفسه. انا بقول لك الكلام ده عشان انت غالي عندي قوي، وانا احب الراجل اللي يشتغل معايا يبقى مخه مفتح. انت اصل مشكلتك ان الفلوس لما جريت في ايديك والبليه لعبت اطمنت، وده مش كويس. الضربه بتيجي من اقرب الناس ليك. متولي لازم يعرف ان انت عرفت ان هو عايز يشتغل من وراك، ولازم تخليه عبره للي بيشتغلوا تحت ايديك. انت فاهم؟ يا زينب قلت ايه في اللي كلمتك عنه؟ خايفة يا عبد الله. خايفة من ايه؟ هو ايه اللي من ايه؟ يا بنتي الناس احنا هنخلص منه بطريقة لا هتمسنا ولا تشبهنا ولا حد يشك فينا خالص. ازاي يعني؟ قول انت بس اه وانا اقول لك ازاي. لا انا بعيد يا عم. بعيد؟ دار يقولي بعيد بعيد لغاية ما سمير فجأة هرميك بره في الشارع ولا ليكي لازمة. طب قول. اسمعي بقى اللي هقوله لك بالحرف الواحد يا زينب. بقول لك ايه يا عبد الله؟ ما تفكر في طريقة وتبعدني عن الموضوع ده خالص. مفيش أسلم من الطريقة دي. هو أنت عايز مني إيه؟ أنا مش عاوز منك، أنا عاوزك أنت يا زينب. زينب أنت ليه مش مقتنعة أنا بحبك لغاية دلوقتي؟ بقول لك إيه؟ أنا مش هعمل كده، أنا مش هحط نفسي في حبل المشنقة، لا يا عم ده فيها إعدام. مش لو حد عرف. بقول لك إيه؟ ما تفتحش الموضوع ده تاني، ما تزنش عليا، بعد كده مش هقابلك لو عملت كده. ياه، للدرجة دي يا زينب؟ انت عندك شك ان انا ممكن اضرك؟ لا طبعا. لا عندك يا زينب، دي عشرة عمر. انا بص جوه عينيكي كده فاهمك عاوزه تقولي ايه. انت ليه عايزني اعمل حاجه توصلني لحبل المشنقه؟ خلاص خلينا في ايدين سمير. سمير اللي هيفضل طوق في رقبتي انا وانت طول العمر. هو عارف وواثق كويس قوي ان انا بحبك وعمري ما اضرك، عشان كده ممكن يخلص مننا احنا الاثنين بالقتل. ممكن تسيبني لوحدي افكر؟ سمير قبل كده قتل وعنده استعداد يقتل اتنين وتلاته واربعه، ممكن يخلص مننا انا وانت. زينب لازم تعرفي ان سمير قبل كده خطفك مني، مش هسمح له ابدا يخطفك مني تاني ابدا. شوفي بقى اللي هقولك عليها. الحكايه مش صعب زي ما انت متخيله. موت سمير هيحل مشاكل كتير بينا. طب لو مفيش حاجة اسمها لو. أنا ضحيت 20 سنة في السجن، لازم تثق فيا. أنا استحملت الفترة دي كلها عشان خاطرك أنت، عشان مضركيش. مش معقول بعد كده هضرك. أنت عارفة ليه؟ عشان بحبك. بحبك يا زينب. ازيك يا ميتو؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ تمام الحمد لله زي الفل. وحشني. وانت والله احمد كتير. احمد؟ على اساس ان احنا كنا اصحاب وجيران وحاجات كده صح؟ في ايه؟ في ايه؟
طمنا عليك، هو انت هتتجوز في ريال امتى؟ والله انا كنت بظبط اليومين دول يعني على اساس ان احنا نتجوز وكده، بس الوقت ما سمحش، ففي خلال فتره قصيره ان شاء الله هنكون متجوزين. يعني نقول شهر مثلا؟ شهر ان شاء الله هنكون متجوزين، يعني حاجه زي كده. طب انت كويس قوي قوي، حلو الكلام ده جدا، هتكون خفيت ان شاء الله. لا انا زي الفل، انا زي الفل، مش عيان وكل كويس الله الحمد لله. في ايه في ايه يا احمد؟ يا احمد قول له حاجه. يا احمد بصي يا احمد، انت عايز تعمل شغل من ورايا؟ ها فكرتني مش عارف؟ ما حصلش. كذاب، بس على ما صغيره كده عشان لما عقلك يوزك تفتكر. وضبوه يا احمد، ولما خلصوا عليه يودوا المستشفى عشان يتعالج. طب اسمع يا احمد، حبيبي يا احمد. يا لهوي يا لهوي، لا انا هتهنى لوحدي معاه. الواد اتجنن ده، بقى عامل زي المجرمين بتوع الافلام. لا انا ما اطمنش على نفسي معاه ابدا. يا نهار اسود، لو عارف اني عايزه اتجوز ده كان يدفني. يا ماما لا. أما مالها وقفة؟ مين؟ أما افتحي يا أحمد. إيه اللي مين؟ عاوز إيه؟ افتحي، عايز أقولك على حاجة. لا مش هفتح، قولي عاوز إيه؟ هقولك أنا عايز إيه من ورا الباب كده، مش هينفع. قول بقى. في إيه يما؟ مالك زنق الباب كده ليه؟ في إيه مالك؟ مفيش يا ابني، مفيش. ما انت عارف ان انا قلقان على طول. قول لي بقى عاوز ايه. انا من ايدك دي. ايدك ايه؟ مفيش حاجه تقلق. هو في حد يقدر يعتب هنا؟ قولي لي انت مالك في ايه. حد يستجرى؟ حد يستجرى يجي هنا؟ قول لي بقى انت عاوز ايه، وانا من ايدك دي لايدك دي. ايه اللي من ايدك دي لايدك دي؟ في ايه يما مالك؟ مفيش يا ابني، مفيش. هيكون في ايه؟ ماشي. انا في ايه يما؟ أنا كده. طيب أنا عايزك تروح الكاميلا، عايزك تتقصي كده تعرفي منها رأيها إيه في عزة باشا. حاضر يا ابني، حالا ثانية وهكون عنها. عايزني أروح دلوقتي؟ مش عارف، مش حاسك كده. هو في إيه يا أم؟ مفيش. ماشي، هتروح الكاميلا؟ حالا هو أنا ليه كل ما أحس إني قريبة من حاجة بحبها ألاقيها بتبعد عني؟ أحمد بيرتب إني أقابل عزت، اللي هو يعتبر أهم عميل عنده زي ما بيقول، يعني عنده استعداد يبيعني عشان يكبر ويعلم. يعني أنا بالنسبة له ولا حاجة. عايزة أتجوزه، مش غلط إن أنا قلت له كده؟ إيه المانع إني أقول لحد إن أنا شايفينه كويس ويستاهل اني ابقى معاه بقيه حياتي، اني عايزاه، مش لازم هو اللي يبتدي. انا مش غلط. مدحت عايزه اتجوز، يعني اخرج من الحاره وهسكن في فيلا وهركب عربيه عمر ما حد في الحاره حرم اني اشوفها، مش بس يركبها بس واجي كمان مكانه ومركز اجتماعي هايل. الفلوس هي المركز الاجتماعي، وهي الحاجة الوحيدة اللي تحمي البني آدم وتخلي كل الناس تنحني بيه. مدحت يكسب. معاه بحس إني عايشة في عالم غير العالم ده، كأني على جزيرة لوحدي، كأني بحقق كل الأحلام وأنا في مكاني. مش عارفة ازاي قدر يخليني أحبه بالشكل ده، أو يمكن أنا اللي كنت بدور عليه. دي أكيد منى.
مساء الخير يا سمر. مساء النور عادل. خير؟ كنت عايز كاميليا في كلمتين. اتفضل. عادل اتفضل. خير؟ في حاجة حصلت؟ لا ما تقلقيش، انا بس كنت عايزك في كلمتين لوحدينا لو ينفع. لوحدينا يا بنات؟ لوحدينا يا امي. طيب ادينا قايمين. معلش اصل البت دي تلمع شويه. هو انت شفت عزة النهارده؟ ليه؟ وقال لك ايه؟ ايه السؤال ده؟ مش قصدي حاجة، بس هو أنا ممكن أطلب منك تبعدي عن طريق عزت وياريت ما تشوفوش تاني؟ مين اللي بعتك تقول الكلمتين دول؟ أنا محدش بيبعتني يا كاميليا، أنا جالك من نفسي، أنا مش صغير عشان حد يبعتني، أنا عارف أنا بعمل إيه كويس. هو في إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. متهيألي انت عارفة انت غالية عندي قد ايه، وانا اكتر واحد في الدنيا بخاف عليكي. كل اللي طالبه منك تبعدي عن طريق شغلنا، ولو عايزة تشتغلي انا ممكن اشوف لك شغلانة كويس. انت مش قليلة، انت مؤهلك كويس وانا واثق انك شاطرة، يعني ممكن تشتغلي مدرسة انجليزي في اي مدرسة لغات، اي مدرسة لغات تتمنى تكون فيها واحدة زيك. عزت قال لي ان انا ممكن. عزت ارجوك، انا عايز اسم عزت ده ما يجيش على لسانك تاني، يعني مش عايزك تقبلي اي حاجة من طريق عزت. ممكن؟ عادل في ايه؟ مالك انت ليه شغل نفسك بيا؟ في ايه؟ انا لا، مفيش حاجه محدده، بس انا يمكن عشان بحب عم عبد العزيز قوي، حاسس انك ان انت مسؤوله مني، يعني انت واخواتك بعد وفاته تحديدا. كل اللي طالبه منك تسمعي بس الكلام اللي انا بقوله لك وتفكري فيه كويس، ان انا مش هينفع اتكلم اكتر من كده. لاذنك انا لازم امشي. هو انا مفيش حد بيحبني؟ هو أنا عايشة في الدنيا دي ليه؟ أنا بجد تعبانة من نفسي قوي. أنتي بتعملي إيه؟ لا مفيش، عايزة أتكلم معاكي شوية. لا معلش يا مامي، بعدين، أنا دلوقتي تعبانة. أنا بلغت البوليس عشان أختك. بوليس إيه يا ماما؟ هي أختي دي إيه؟ عيلة صغيرة؟ صغيرة، وبصراحة أنا مش مرتاحة، في حاجة كده مش مطمناني. خلاص تمام أوكي، اللي تشوفيه. هتعملي إيه في موضوع سامح؟ مش عارفة. مش عارفة؟ ما تركزي معايا شوية وبصيلي. مش قادرة يا ماما، أنا تعبانة. مش وقت تعب يا حبيبتي. هو التعب ليه وقت يا ماما؟ حرام عليكي، بقولك تعبانة، مش قادرة. مش قادرة أفكر، مخي ده خلاص تعب. كل ما بفكر بلاقي نفسي في حرب، بحارب كل اللي حواليا. أنت عايزة إيه مني دلوقتي يا ماما؟ عايزة منك إيه؟ دلوقتي بقيت عايزة منك إيه؟ بعد العز ده كله اللي عايشتك فيه؟ بعد الأمل اللي ما كنتيش تحلمي بيها؟ بعد الشركة اللي مسكتها لك وبقيتي مديرتها ومسيطرة عليها؟ بعد إيه؟ أقول لك أنا كمان بعد إيه؟ أقول لك بعد إيه تاني؟ بعد ما جوزتني واحد طلع عيني وضربني وبهدلني وكان عايز يموتني. بعد ما بقيت متهددة بالفقر، بعد الغنى الفظيع اللي أنا عايشة فيه، بعد ما أختي هربت عشان حست إنها هتضيع زيي بالظبط. أنت عمرك حسيتي بيا؟ أقول لك إيه؟
إذا كنت قلت لك إن جوزي عرف واحدة عليا تاني يوم جوازنا قلت لي مش مهم. قلت لك بيكرهني، قلت لي الفلوس. قلت لك خلاص أنا ما بقتش طايقاه ومش عايزاه. قلت لي مش أحسن من الفقر برضو. تقدري تقولي أنت قدمتي لي إيه؟ ياه، للدرجة دي بقيت وحشة؟ مش أنت لوحدك يا ماما. مش أنت لوحدك. انا بقيت اوحش منك بكتير قوي. طب خلي بالك بقى يا حلوه، انا وانتي في مركب واحده والمركب دي بتغرق، لازم نشوف حل وسريع. طب وانتي جايه تقولي لي ايه دلوقتي؟ ما انا متاكده انك خلاص فكرتي وقررتي. قررت. طب قررتي ايه بقى يا ترى بس عشان ابقى عارفه؟ مش لازم تعرفي دلوقتي، بس حاجه واحده عايزاكي تعرفيها، اي حاجه بعملها عشان خاطرك انتي. لا يا مامي، مش عشان خاطري خالص. ما تضحكيش على نفسك، انتي ما بتعمليش اي حاجه عشان خاطري ولا عشان خاطر حد اصلا. انتي اي حاجه بتعمليها في الدنيا دي بتعمليها عشان خاطر نفسك انتي بس. عارفه انتي كنتي عايزه تجوزي مروان وميرا بس عشان تضمني سمير جوه جيبك. لا كان فرق معاكي مروان كويس ولا مش كويس، ولا فرق معاكي ميرا بتحبه ولا ما بتحبهوش. وهي يا عيني حست انها هتضيع فمشيت. انت اكيد اتجننتي. انا اتجننت فعلا، ما بقتش عارفه في ايه في دماغي. اقولك على حاجه يا ماما، اقولك على حاجه انا حاساها دلوقتي عمري في حياتي ما تخيلت اني ممكن احسها. قولي يا حبيبتي. وانت في حاجه ما قلتهاش؟ انا نفسي قوي اشوف بابا. وماله يا حبيبتي، روحي له، انا عمري ما منعتك عنه. انت اللي كرهتي الفقر وحبيتي الفيلا والعربيه والبوكيت ماني والمدارس الامريكاني والفريرات والسنيهات. انا عمري ما قلت لك ما تكلموش ولا تزوريه، ولما كان بيجي هنا انت اللي ما كنتش بتحبي تشوفيه. فاكره اخر مره لما جه هنا ويتحايل عليكي عشان تشوفيه وانت رفضتي؟ روح مقهور ومات. يعني ايه؟ يعني انت السبب في موت ابوكي. ما تجيش دلوقتي تلبسيني الموضوع ده. انا لا منعتك عنه ولا قلتلك ما تكلميهوش، ولا منعت أختك إنها تعيش معاه. كل واحد فيكم اختار الطريق اللي هو عاوزه. يعني إيه يا مام؟ يعني إيه؟ يعني أنت عايز تقولي إن أنا السبب في موت بابا؟ بقول لكوا ايه؟ انا هتجوز. نعم يا اختي. وانا قلت حاجه غريبه يعني؟ مجدي الف الف مبروك يا حبيبتي. بجد ايه اللي الف مبروك؟ انا مش موافقه. وايه اللي مش موافقه حبيبتي؟ انا مش رافضه مبدا الجواز من مجدي، لكن مجدي ده لازم يجي يتقدم بشكل رسمي ويجي البيت ويقابل حد. طب ما انا بقول لك اهو. هو انت بتفكري في ايه؟ انا مش فاهم. هو لما هيجي هيقابل مين؟ قصدك ايه؟ يعني هيحط ايده في ايد مين راجل؟ لو بابا كان عايش. أنا هقول لأحمد. لأ، أحمد هو الراجل الوحيد اللي في العيلة. هي كاميليا، هو أنت نسيتي اللي عمله فيكي؟ ده مش راجل، مش لازم تكبري بيه كده. اللي عمله ده بيننا وبينه، أو بالتحديد بيني وبينه. كاميليا أنت مجنونة بقى. أنا صح، مجدي لازم يدخل البيت ويقابل عيلة، يلاقي راجل يحط إيده في إيده ويتفق معاه. صدقوني هو ده الصح. وحشتني.
عاشقني كل حاجه فيك، عاشقني حتى خناقك معايا. كان نفسي تكون انت اللي موجود وانت اللي تتفق مع مجدي. ليه سبتنا ومشيت؟ انا بحبك قوي، بحبك قوي يا بابا. نفسي اشوفك ولو للحظه واحده بس. يا رب تكون سامعني وحاسس بيا. انا عمري ما هكون مبسوطه الا لو حسيت ان انت سامعني وحاسس بيا وراضي عني. مالك بابا؟ وحشني قوي، عايزه ترمي في حضنه، عايزه استقوى بيه على احمد، عايزه اقول له احمد خدني الحفله يفرجني على صاحبه. احمد ده مين ده؟ ده ما بيسويش ولا حاجه. احمد ده كل حاجه، ده الراجل الوحيد اللي في عيلتنا، هو وامه كل عيلتنا. شيخه بلا خيبه، احنا لازم نستحمل ونفهم الناس كلها انهم احسن ناس. عارفه ليه؟ عشان احنا عايشين في دنيا ما ينفعش يكون لنا اهل ولا ظهر. بس ما بسش، هي دي الحقيقه. اقولك على حاجه، عايزه اداب رقبته. بس أنا مصدومة. تتصدمي لما يكون بيستاهل؟ قلبي وجعني قوي. قلبك بيوجعك لما يكون حد بيستاهل. كنت فاكرة بيحبني. ما طلعش بيحبك، هتقعدي تعيطي عليه؟ انت ليه بتبصي تحت رجليكي؟ أحمد ده خلاص شيليه من دماغك. أقولك على حاجة، عزة ده راجل أول ما شافك حس إنه قريب منك، فكر فيك وفكر في مستقبلك وفكر إنه ينقلك لحتة تانية خالص، وشايف إنه شغلك مع أحمد مش مناسب ليكي، يعني فكر إنه ياخد تصرف إيجابي ناحيتك. حاولي تقربي منه زي ما بيقرب منك. بس ما بسش، إحنا ليه دايماً بندور على اللي بيتعب؟ ما تدوري على الشخص اللي بيحبك، اللي عايز يقرب منك، اللي بياخدك من ايدك. انت شايفه كده؟ اه طبعا. وانا متاكده ان بابا هيبقى مبسوط قوي لو عارف انك بتفكري في نفسك وفي مصلحتك، ولو بتفكري صح. مالك مبسوطة قوي كده ليه؟ أحكي لك بس ورحمة أبوكي، افهمي كلامي صح. يبقى في كارثة. قولي يا بنتي، أنا مش هكلف حاجة. يا بنتي تعالي بس احكي لي، يلا قولي. أهو. يا بنت قولي. حاضر هقول، استني. أنا متحت على ابني للجواز. متحت؟ وأنتِ مش قلتي لي إن ده بتاع حريم؟ المشكلة يعني ما كل الرجالة بتاعت حريم. اه بس يعني ده مؤاخذه يعني، مقضيها. ما يقضيها، برافو عليه. ده بقى هيبقى مضمون، هيبقى عارف انا بحب ايه وما بحبش ايه، بكره ايه وما بكرهش ايه. فهمتي يا مروه؟ انت عبيطه. انا مش عبيطه، انت اللي عبيطه بصراحه. بقى الواد غني فلوسه هتخليه امور في نظري، هتخليه شيك جدا، هتخليه محترم ومؤدب. بس احب اقول لك ان انت هتلبسي في الحيطه. البس في الحيطه؟ البس في الحيطه. أقول لك الأنقح؟ قولي يا أختي. خايفة منك قوي بس هقول يعني. وجيه. ماله وجيه؟ قال إن هو بيحبني. هو في إيه بالظبط؟ أنتِ ماشية قاعدة بتوقعي في رجالة؟ أنت من نفسنا أنتِ. أنتِ عارفة كويس إن أنا مليون عريس عايز أتجوزني. ماشي يا أختي يا أبو مليون عريس، ناوية تعملي إيه؟ مش عارفة يا نجم. وإيه اللي مش عارفة؟
مش عارفه يعني، انا بصراحه مستخسره الاثنين، الاثنين مليانين مميزات ومش عايزه اسيب حد فيهم. هو انت مخك اتلحس ولا ايه بالظبط؟ ما تلحس، فكري معايا بالراحه. انا واحده عايزه المصلحه ومش عايزه اتعب في الدنيا دي خالص. مدحت غني جدا، عنده فلوس كتير، هيريحني، مش هيحسسني باي ازمه ماديه، هيفسحني ويسفرني ويجيب لي الهدوم اللي انا عايزاها، واجي كمان مشهور، وشهرته دي هتنفعني في كل حاجه انا عايزاها برضو. انت محتاج قلم على وشك عشان يفوقك. نجله انت لو مكاني هتختاري مين؟ وايه اللي اختار مين؟ ولا ده ولا ده، طالما ما بحبوش. حب؟ حب ايه يا عبيطه في الزمن ده؟ الحب ده اصلا اكذوبه كبيره جدا. حب ولا هيخليك تعيشي سعيده، ولا تسافري البلاد اللي انت عايزاها وتجيبي اللبس اللي انت عايزاه والمزات كل حاجه. الحب هيلبسك سواريات؟ حب هتكسبتي النيله، ده انت موكوسه. بالراحه مالك يا دناي؟ بالراحه، مفيش ياما، مفيش، استنى ياما بس استنى. حصل لك ايه يا اخويا؟ خير يا ست خليل؟ خير يا متولي؟ مش عارف. عدنين عدنين في ايه؟ انا اصل لقيتهم شايلين متولي. الله يبارك فيك. فلقيت قلت شكرا يا حاج. شكرا يا حاج. سلامتك يا حبيبي. مالك يا ابني، فيك ايه اللي جرالك؟ طمني يا ياما، وقعت من على السلم. ايه مالك؟ اه يا عم يا جمال، يا جدعان خدوه معاكم يا جدعان. في عم جمال، في عم جمال. الف سلامه يا حبيبي. لا لا انا مش مطمن، اجيب دكتور وعشان يطمننا. لا 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 لا، مش عايزين دكتور يا جمال والنبي. لا خلاص، بقول لك ايه، تشرب ايه؟ لا لا مش هشرب اي حاجه. لازم تشرب حاجه. طب شاي؟ ماشي حاضر. واعملي لي انا شاي. عينيا يا اخويا عينيا. يا نهار ابيض يا عم جمال. قول لي ايه؟ مين عامل فيك كده؟ بعدين يا عم جمال، ده وقته. محتاجه بعدين. بعدين هو احمد صح؟ احمد مين يا عم جمال؟ ايوه احمد مين؟ ولا يعني ما وقعتش من على السلم وكسرت؟ ايه احمد اللي كسر لك رجلك. احمد ده اللي الولاية كان زمانه مرمي في السجن مش لاقي ياكل. اسمع، اديني عنوان الراجل الكبير، انا رايحاله وهجيب احمد ده يبوس على رجلك المكسوره قبل السليمه. ياما افهمي بس، انا هقول لك على كل حاجه. خلص، اديني عنوانه. اديهولي يا متولي. ماشي يلا. حاضر ياما، اقول لك العنوان ياما. حاضر حاضر. بقى انت يا جدع، انت رايح تتفق مع متولي عليا؟ ها؟ ايه في ايه؟ عيب كده يا احمد. احمد بيه، اسمي احمد بيه يا بلحه. رايح تتفق مع متولي عليا، عايز تعليه عليا؟ ها؟ انا ما عملتش حاجه، هو اللي عمل كل حاجه. ده لازم تيجي تقول لي، تيجي تفهمني لو انت فعلا عامل حساب ليا. انما انت زباله، وهتفضل طول عمرك زباله وواطي. وانا؟ بقيت فوق، بقيت فوق. يا بلح، خد لي بالك انت، ها؟ عمرك لو شبيت ما هتقدر تطول ضافر من صباع رجلي. اياك تعمل كده تاني يا بلح. انا يعني انا اقول لك ولا كلمه. افتكر الكلمه دي كويس، اي حركه تانيه مش تعجبني انت فاهم. ها يلا يلا، غور من وشي، غور. اغور اوكيشن قرف على مواطن. انا امك حبيبتك مش كده ولا ايه؟ انا سيده امك ولا يا ايه؟ يا امك تيجي تعرفيني على نفسك، ما تقولي عايزه ايه وتخلصيني. هروح الحاره، هروح الحاره، وحشتني، وكمان اكلم كاميليا زي ما انت عايز. لا بعدين. وحشوني قوي يا ابني، والحاره جايه على بالي وشمها كده، وبعدين انا اشوفهم وحشوني، انا بحبهم قوي 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 ما انت عارف. وبعدين انا برضو كنت فاكره اني هرتاح هنا، بس اللي خرج من داره قل مقداره. ما خلاص يا امي، قلت لك بعدين، بعدين بروح الحاره مش وقت. ادخلي اوضه دلوقتي، انا مش فاضي، انا دماغي مشغوله. حاضر حاضر يا نور عيوني، يا نني عيوني من جوه، وانا اكسر لك طلب. حاضر، اهدى اهدى. ماشي يا بلح الكلب. ايه مالك يا زينب؟ انا موافقه. على ايه؟ ان احنا نخلص من سمير. حلو قوي، بس في حاجه مهمه قوي، الموضوع ده لازم يتم بعيد عننا انا وانتي، يعني مفيش حاجه تشبهنا. الحكايه تبقى اسمها قضاء وقدر. حلوه قضاء وقدر دي. عايزك بقى تقولي لي حاجات مهمه عن سمير، صحته اخبارها ايه؟ انا هجيب لك من الاخر. سمير عامل توسيع في شرايين القلب. يعني ايه؟ يعني احنا ممكن نستفيد بالموضوع ده. لا دماغ، طول عمرك دماغ يا زينب. يعني لو تقل في حاجات معينه تجيله ازمه،
ومن ساعتها بقى يلحقوا يا حرام يبقى لوحده. حلوة قوي. المهم بقى أنا عايزك تحسن علاقتك معاه اليومين دول وتبقى قريبة منه جدا. عبد الله أنا واثقة فيك. خفيش يا زينب، بس أنا ليا طلب عندي. أؤمر. لو خلصنا من سمير كل حاجة بقت باسمك وانت مسيطرة، ترضي تجوزيني؟ طبعا يا حبيبي. الله يرحمه. ادخل. اهلا 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 اهلا. اشرقت الانوار يا راجل. الله يخليك. ايه اتفضل. اشكرك. ايه اتاخرت كده ليه؟ معلش كان عندي كم مشوار كده عملتهم قبل ما اجي لك. الحمد لله على السلامه، نورت الدنيا. الحقيقه انا كنت عاوز منك خدمه. امرني. بس اتاكد الاول انك سامحتني في اللي فات وانك انت متاكد ان انا عايز مصلحتك. اه طبعا. على فكره هي طلبت مني ان انا اخلص عليك، بس انا قلت لها صعب. طالما حطيت ايدي في ايده صعب ان انا اعمل ده. هي طلبت منك كده؟ ويا بنت الكلب. بس انا سمعت ان انت كتبت الشركه باسمها. مظبوط؟ مظبوط. بس انا معايا شيكات بقيمه الشركه. طب ما تديني الشيكات دي وانا اعرف اتصرف معاها. يعني ايه؟ الشيكات تبقى تستحق الصرف باسمي انا، وهتسمع كل خير. ماشي. انا متشكره جدا على وقفتك جنبي. لا لا ما تقوليش كده. انا عارفه طبعا ان المبلغ كبير قوي وانا هسدده على فتره طويله، بس والله العظيم انا ملتزمه جدا، ولو عايز تضمن حقك انا مستعده. يعني عيب يا منى، عيب الكلام ده ما يصحش. مش عارفه ليه حضرتك شكلك عايز تتكلم في موضوع تاني غير الشغل، صح؟ الحقيقه انا عايزك تكلمي مروه. مروه؟ تكلميها في الموضوع اللي انا طلبته منها. اللي هو انا عايز اتجوزها. ايه قلت حاجه غريبه؟ لا ابدا. يعني طب ما تخليني انا بعيد عن الحكايه دي. ليه كده بس؟ يعني افرض يعني رفضت وانا وبيني وبين حضرتك شغل، ما ممكن حضرتك يعني تلغيه لا اوعى تفتكر ان انا بشتغل معاك عشان خاطر مروه. لا انا وافقت ان انا اشتغل معاكي عشان انت تستاهلي ده. طيب هو انا ممكن اتكلم معاك بصراحه وتقبلها مني؟ طبعا. لو ما بتحبش مروه بجد ابعد عنها. انا مش عايزاك تتضايق، انا بتكلم معاك دلوقتي كصديقه واخت مروه. احنا 7 بنات أيتام، كل واحده فينا عايزه تعيش اللي عمرها ما عاشته، كل واحده فينا ليها حلم. ابونا الله يرحمه كان راجل على قد حاله، بس كان بيحبنا قوي وكان نفسه يشوف كل واحده فينا في احسن حال. انا مش فاهم على ايه المقدمه الطويله دي. هي مروه جايز تبان انها جامده متهوره طماعه، بس والله العظيم طيبه قوي، غلبانه، بتحلم كتير قوي، ويمكن حلمها هو ده اللي تعبها. وانت شاب وغني والف واحده تتمناك، فبرجوك ما تكسرش قلبها. الله الله الله، للدرجه دي انا بان شرير قوي كده؟ لا والله ابدا، انا بس عايزه اطمن عليها مش اكتر. يا ترى بقى مروه لو مكانك كانت هتقول نفس الكلام؟ طبعا اكيد. اشك ما كانتش هتقول ولا كلمه من الكلام ده. عشان انت بس ما تعرفهاش زي ما انا ما اعرفها. طب ما انا بقول هو عايز اتجوزها. بس انت ما بتحبهاش. مين قال كده؟ هتزعل يعني لو قلت لك اني حاسه كده؟ لا مش هزعل، بالعكس. بس انا بقى بحسد مروه عليكي. ما انت لو تعرف مروه قوي هتحسدني عليها. طيب كفايه حسد بقى، ويلا بينا عشان اوصلك. لا متشكره قوي، انا هاخد تاكسي. لا لا ما يصحش الكلام ده. لا والله مش هينفع اركب مع حد غريب. يا بنت غريب ايه؟ انا صاحب الشغل اللي انت بتشتغلي معاه. معلش حتى لو حضرتك صاحب الشغل انا عارفه كويس انا بعمل ايه. انا بس عايزه اشكرك بجد على وقفتك جنبي. تاني هنقول نفس الكلام تاني. ما هو حد غيرك ما كانش هيعمل اللي انت عملته معايا. ده انا ياما رحت لاصحاب توكيلات ورفض ان هم يقفوا جنبي. اللي حصل ده عادي جدا. ما هو عشان انت شايف ان هو عادي جدا، انا شايفه ان جواك حد كويس. ده انت كده كنت شايفاني شطان. لا والله خالص ابدا. يا بنت بجد جميلك ده فوق راسي، عمري ما هنساه. يلا يلا.
اهلا وسهلا. انت بقى الست خليله ام متولي؟ تمام يا باشا. اتفضلوا. كتر خيرك. خير؟ في حاجه؟ بصراحه يا باشا انا ابني تهان وهو من رجالتك. انت مين؟ ها؟ عمي متولي. بس اللي انا اعرفه ان متولي ملوش عمام. ما هو احنا يا باشا كبرنا بنقول له يا عمنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بسعادتك يا باشا. بصراحه بقى انا جايه لك تاخد لنا حقنا. هاي ايه بس يا ست خليله؟ انا مش فاهم حاجه. ازاي مش فاهم حاجه يا بيه؟ ده انت كل صغيره وكبيره حضرتك بتعرفها، ما فيش حاجه بتعديك. انا هحاول اساعدك الحكايه يا باشا. بصراحه ربنا اللي حصل ده عيب كبير قوي يا باشا. وبعدين عدم مؤاخذه يعني احنا كان ممكن ناخد حقنا بايدينا. احنا صعايده واللي حصل ده وحش قوي في حقنا يا باشا. بس احنا بقى بصراحه اتعلمنا من واحنا صغيرين ان لما يبقى في كبير عدم المؤاخذه نروح للكبير. يعني يعني ايه؟ يعني احمد لازم يترب. ابن غلط واحمد كان لازم يعمل كده. انت عارفه لو حد من رجالتي كان عمل اللي عمل متولي انا كنت عملت فيه ايه؟ انا كنت ذبحته. خلاص يا باشا نشتغل لحسابنا. ايه ده امر؟ العفو يا باشا، ده مش امر، ده رجاء. بس انا اعرف ادور الدنيا كويس وعندي اهلي في الصعيد، يعني اقدر اعمل اللي بيعمله احمد 10 مرات. اؤمر حضرتك وانا اخلي الصعيد ده كله تحت امر. مش فاهم. انا فاهم سعادتك يا باشا، الفوله واللي حواليها يعني. خليله ده يا باشا هي اللي خبت الفلوس اللي احمد كان سارقها من بلح، يعني لولاها كان احمد زمانه دلوقتي في الكلابوش. الكلام ده حقيقي؟ معقوله احمد يعض الايد اللي اتمدت له؟ هو ده اللي حصل وشرفك يا باشا. لا ما عندوش حق طبعا. ماشي يا ست خليله، انت شوفي عايزه ايه بالظبط وانا تحت امرك. احمد مش احسن مني، انا اقدر اعمل اللي بيعمله احمد واكتر منه 20 مره كمان. ايه؟ عايزه تزيحي احمد وتركبي انت؟ لا يا باشا، هو له سكته واحنا لينا سكتنا. ماشي. وعد. خلاص بقى سيبيني ادورها في دماغي وبعدين اكلمك. دورها بيه، دورها على اقل من مهلك، دورها وقول لي. ده ما كنت شبقه الكبيره ما بقاش انا خليله. انا معاك يا خليله صح. انا معاك، انا عايز اعوض كل الايام اللي راحت مني دي. يعني ايه؟ يعني انا من ايدك دي لايدك دي اهم حاجه عندي دلوقتي ان يبقى معايا فلوس، وفلوس كتير قوي كمان. وحياتك لا تبقى معانا الفلوس زي الرز. انا نفسي انتقم من الدنيا اللي مرمطتني دي. عايز اي حد قال لي في يوم من الايام لا يندم. على فكره الناس ما بتحترمش غير اللي معاها الفلوس. ايوه انا كنت مفلس، ما كنتش فاهم حاجه، ما كنتش فاهم الدنيا على حقيقتها. مش لوحدك يا جمال. بقول لك يا خليله. نعم. تتجوزيني؟ ايه؟ يعني انا عارف انه مش وقت والطلب ده، بس انا عايز ابقى معاكي. حاسس ان انا لو بقيت معاكي انا وانت مع بعض هنعمل كل اللي احنا عايزينه. يعني انت كده شكلها عايز تتجوزني عشان عرفت ان انا هيبقى معايا فلوس؟ شوف انا لو قلت لا هبقى كذاب، وانا الحقيقه ما تعودتش اكذب، بس مش ده السبب الوحيد. انا نفسي ابقى مع حد. وانا موافقه يا جمال. بجد؟ والنعمه بجد. طب ما تتحايليش عليا بقى يا شيخ. روح كده. كيمو يا اهلا وسهلا، ده انت نورتي المكتب كله. تصدقي كنت لسه هكلمك حالا. انت عارف ان انا جايه لك عشان حاجه مهمه؟ حاجه مهمه مش حاجه مهمه، انت تيجي في اي وقت وتؤمري. نجلاء جالها عريس. والله ايه الخبر الجميل ده؟ ده احنا بقى نفرق شربات. راح يتقدم لها النهارده بالليل. مبروك. احنا موافقين عليه واتفقنا على كل حاجه، بس كنت عايزاك تكون موجود معانا. يعني ايه؟ يعني اتفقنا معاه على كل التفاصيل. طب ولما انتوا اتفقتوا على كل التفاصيل عايز انا بقى في ايه؟ عشان لازم راجل يقعد معاه. ولازمته ايه بقى الراجل ده لما انتوا متفقين على كل حاجه؟ احمد هتيجي ولا لا؟
حاجة، بس هاجي عشان خاطرك انتي بس. شكرا، ما تتأخرش. كاميليا. نعم. انتي زعلانة من حاجة؟ لا خالص. لا يعني مش زعلانة مني أنا في حاجة؟ لا خالص، بالعكس، ده أنا مبسوطة لأني عرفت إني ما أقدرش أزعل من حد إلا إذا كان بيخاف عليا. ما تتأخرش النهاردة. باي باي. عملت إيه؟ كله تمام. خلصت عليهم، خلصت على المحاسب والمحامي وبلغت البوليس. طب وعبد الله؟ عبد الله؟ ماله عبد الله؟ عبد الله ده حبيبي يا عبد الله. خبي الشنطة بقى حاسب حاسب. استنى استنى جاي. جاي. يا عبد الله. يا سمير، إيه الأخبار؟ بص يا حبيبي، كله تمام وفي السليم. الحمد لله. أنا جهزت لك كل حاجة. اسمعني أنت هنا هحصلك. تمام. استنى بص. خد. إيه؟ استنى يا عم خد. خد ده. خلي معاك. لازمته ايه ده؟ من باب الاحتياط، ما نضمنش الظروف فيها فوق شكلها عامل ازاي، او تأمني وأمنك. يلا ماشي زباني يا حبيبي. يلا 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 اكتب. بتعمل ايه؟ اهلا اهلا ست جمالات، ازيك؟ انا قلت انك مش ظاهر فاجي اسال عليك. الله يكرمك يا ستي. بس اوعى تفتكر ان انا جاي عشان خاطر الايجار، والله العظيم ابدا. انا جاي انا عارف من غير حلفان، عارف انك جاي تطمني عليا، كتر خيرك. طيب بقول لك، هو انت مش متضايق من قعدتك لوحدك؟ بالعكس، ده مفيش احلى من الوحده في الدنيا. طيب انا كنت عايزه اعرف عنك كل حاجه. مش جايز يعني لو عرفتي تزعلي وتتضايقي؟ لا لا خالص، ده انا هبقى مبسوطه قوي لو عرفت عنك كل حاجه. عاوزه تعرفي ايه بالظبط؟ ما انا قلت لك كل حاجه. ايوه يعني زي ايه يعني؟ يعني انت مين؟ واهلك مين؟ وكنت عايش فين؟ وكده يعني. كنت في السجن. بقول لك ايه، انا ما بهزرش، بتكلم جد. لا بجد، كنت في السجن. السجن السجن؟ السجن السجن. طب أنا في ناس تحت كانوا. هو أنا مستغنية عن روحي؟ يا نهاري، ده بقى وحش، ده عمال يكسر في الرجالة، ده كسر رجل الواد، متولع كده وبيكسر رقبة فركة. هيجي يهزر معايا بقى يكسر لي زمارة رقبتي. لا 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 لا، انا بخاف. يخرب بيتك السجن ليه؟ كان قاتل قتيل ولا قاتل قتيل؟ لا 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 لا، ده مش هقعد في البيت، لا ده مش هقعد في الحاره كلها. ازيك يا جمالات؟ اسكت يا سيده، مش عبد الله طلع رد زبون؟ يا لهوي بقى، بتقولي ايه؟ والله كان في السجن. يا لهوي، هو انا اهرب من النار هناك اجي جهنم الحمراء؟ لا 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 لا، في حاجه غلط. لا ده لازم يمشي، انا هطلع اطرده. لا يا ست جمالات، كتر خيرك، انا همشي من غير طرد. وعايز اشكرك على الايام اللي قضيتها فوق، كانت احلى ايام في حياتي. بقول لك ايه، مش يمكن كان مسجون في سرقه ولا خناقه؟ قتل. يا لهوي، الشر بره وبعيد. حكم عليا بقضيه قتل يا ست سيده. طب ما عارفه سلامه، ما عارفه سلامه. امسكي. لا لا لا، فلوسي يا راجل، ده انت لو عايز فلوسك دفعتها كلها على دايما ليه ما اديهالك؟ ما تقلقيش منه. لا لا، منك هو انت عملت حاجه؟ ما عملتش حاجه خالص. امسكي الفلوس يا ست جمالات، امسكي. يخيبك، بعد ما صحيت الامل جوايا تطلع قتال قتله. بقول لك يا عدوله، انا عايزك تنسى كاميليا خالص. ها، خلي بالك، عايزك تنساها، تعتبرها مش موجودة في الدنيا خالص، فاهم؟ لا مش فاهمك. أنا بقى فاهمك. فاهمني؟ فاهمني إزاي يعني؟ بص يا عادل،
عشان الأمور بيننا تمشي تمام ويفضل ما فيش بيني وبينك مشاكل، أنت ما ينفعش تقرب من بنت خالي. واضح إنك عامل حساب خيالك عادل. أنت كده بتغلط، وأنا عامل حساب للعشرة والجيرة والصداقة اللي بيننا. ها؟ على فكرة أنا ما بغلطتش وما قلتش حاجة غلط، أنت بس أحمد اللي عرسك واضحة. وبعدين إذا ما كنتش عملت حساب لخالك الله يرحمه هتعمل حساب للجيرة والعشرة؟ ما افتكرش. أنا ماسك نفسي عنك بالعافية. عارف ليه؟ عشان أنت طيب. وأنا عشان طيب أحمد أنا مش عايز أشتغل معاك تاني. مش بمزاجك. أنا هنا اللي بقول إيه اللي يحصل وإيه اللي ما يحصلش. أنا هنا اللي أقول مين اللي يكمل معايا ومين اللي يمشي، تمام؟ خد بالك من ساعة ما اشتغلت معايا أنت بقيت في إيديا، ها؟ بقيت ملكي. أنا اللي أقول لك تعمل إيه وتنفذه بالحرف الواحد، فاهم يا عادل؟ خلصت كلامك؟ خلصت. ماشي يا عادل. ماشي قوي. إيه الشغل عامل إيه؟ زفت. ايه الرد ده؟ الشغلانة دي مش عجباني خالص. تعرفي تعملي حاجة غيرها؟ للأسف ما بعرفش. خلاص يبقى احمدي ربنا اللي انت لاقية تاكلي وتشربي وتنامي، في أحسن من كده؟ الحمد لله. ايه بتفكري في ايه؟ بفكر في بقى. هتقلبيها نكت. ليه نكت؟ بالعكس أنا لما بفتكر بابا بطمن، بحس ان الدنيا لسه بخير. بقول لك ايه، هو انا ينفع اعمل مكالمه من تليفونك؟ هتكلمي مين؟ هكلم اختي الكبيره. اتفضل. ماشي. شكرا. ميرا انت فين؟ هي دي ميرا اللي بتتكلم؟ حد يمشي ويسيب اهله كده؟ هو ده اللي اتعلمتيه من ابوكي؟ ليه يا ميرا تعملي فينا كده؟ ليه؟ اطمني يا حبيبتي انا كويسه. لا يا كاميلا انا هبقى اكلمك تاني واطمنك عليا. المهم بس ان انا كويسه. شكلك بتحبيها قوي. ماليش غيرهم. طب يلا يا اختي. خبطتين عليك يا ايتم، في ايه؟ تعبانه قوي. لا الف سلامه عليك طبعا. وبعدين معقولة تتعبي وانا موجود؟ ايه هو مفيش رجاله في العيله ولا ايه؟ سامح. اشمعنى سامح؟ مش احنا كنا متفقين انك تخلصني منه؟ وانا ما رجعتش في كلامي. فين ده بقى؟ انت عارف احنا بقالنا قد ايه متكلمين في الموضوع ده؟ ايوه ايتن انا وعدتك وعندي كلامي زي ما قلت لك، بس يعني كنت مستني الوقت المناسب اشاره منك كده. انت شكلك نسيتني اصلا، شلتني من دماغك خالص. انا اشيلك من دماغي ايتن؟ ما يصحش تقولي الكلام ده. عارفه ليه؟ لان انت دماغي نفسها. احمد بصراحه كده ساعات بحس انك نصاب. بس ده وحش؟ لا مش وحش، بس يعني انصب على اي حد تاني في الدنيا مش عليا انا. انا ايتن لو يمكن اضايقك. طيب يعني هات من الاخر، هتخلصني من سامح وهسمع خبر كويس ولا لا؟ هيحصل هيحصل، بس انا كنت مستني الوقت المناسب زي ما قلت لك. انت عارف يا احمد اني مبسوطه قوي ان علاقتنا يعني بقت قويه. مش اكتر مني ايتن. لا اكتر منك. عارف ليه؟ عشان بقيت حاسه ان ليا ظهر، بقيت حاسه انك جنبي ومعايا مهما حصل. صح ولا انا غلطانه؟ للاسف ايتن انتي غلطانه. بهزر معاكي طبعا. ظهرك. طيب امال مالك بقى يعني ما بتسالش عليا خالص ليه؟ ما
بص يا ايدن، بصراحة أنا بقلق منك. تقلق مني أنا؟ بالعكس، أنا أكتر واحدة واضحة وصريحة، وأي حاجة عايزاها بقولها على طول. أهو دلوقتي مثلا قلت لك أهو من غير ما أفكر أنت بتسألش عليا ليه. على فكرة أنت الوحيد في العيلة دي اللي فارق معايا إن إحنا نكون قريبين من بعض، نكون في ظهر بعض، نسأل على بعض على طول. هيحصل عيد، هيحصل. سمر، كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع. اتفضل. سمر، انا عايز اتجوزك. قدامك 10 دقايق تفكري فيهم وتردي عليا بآه يا لا. فيها سمر؟ سمر، طب استني بس. فيها سمر؟ الله، ما توقفي ترد عليا. لا، ممكن تسيبني لوحدي؟ ليه؟ هو الوقت حاجه غلط؟ لا بس انا مش عايز اتكلم دلوقتي. وانا عايز اتكلم دلوقتي بعد اذنك. الله يا سمر، طب استني بس، استني، عايز افهم. ممكن تبعد عني خالص؟ ليه كده؟ انا مش عايزه اتجوز. مش عايزه تتجوزي عموما ولا مش عايز تتجوزيني انا بالذات؟ يا اخي افهمها زي ما انت عايز تفهمها. لا مش هفهمها زي ما عايز افهمها، انا لازم اسمع الرد منك انت. بعد اذنك ممكن تبعد عني؟ يا اخي اعتبرني مش موجوده، انسى انك شفتني خالص. ليه كل ده؟ على فكرة لو ردك بلأ أنا أحترمه جدا، بس أعرف إيه السبب. من غير سبب؟ مفيش حاجة اسمها من غير سبب. أنا طلبت منك طلب وأنت رفضتي، يبقى على الأقل من حق أعرف إيه السبب. هربيك مدام ايتن، اسمها ايتن هانم، فاهم؟ وهي ليها طلب عندك بسيط. طلقني. انسي. لا هتطلقني، هتطلقني وهتدفع المؤخر كامل. ده بعنيك يا هانم، بعنيك. هيا سامحي حبيبي، قلت ايه؟ زي ما سمعتي كده، انسي. طب تمام، همشي انا بقى يا سامح واسيبك مع احمد ابن عمتي، هو هيعرف يتصرف معاك. انا عن نفسي خلعت ايدي يا جماعه. اوكي باي. ما تجيب من الاخر وتخلص المشوار ده. ماشي براحتك، وضبوه. يا رب اهدي ابونا بس. في ايه؟ مروه انا كويس اني جيتي. ايه اللي حصل؟ حادثه عربيه. طب هو كويس دلوقتي؟ بيقول الحادثه اثرت على رجليه بس يحتاج فتره تعب طويله عشان ابقى كويس. عرفتي مين اللي خبطه؟ لا طبعا ما لحقتش اشوف العربيه. وما خدتيش رقم العربيه؟ لا خبطته وطلعت تجري. طيب يلا يا جماعه، الدكتور بيقول مفيش داعي لوجودنا دلوقتي. انا مش همشي. مش هينفع، ميعاد الزياره انتهى. انا هفضل معاه. جرايه وانا في ايه؟ لو عايزين نمشوا امشوا انتوا. دكتور اهو. يا دكتور. مساك يا دكتور. من فضلك انا وهو انا ممكن افضل معاه؟ واحد بس اللي ممكن يبقى موجود، الباقي كله روح. طيب اتفضلوا انتوا بقى. مش هينفع، انا سكرتيره الخاص ولازم افضل جنبه. يا استاذ لؤي اتفضلوا انتوا وانا هبقى اكلمك ابلغك باي حاجه، وده اخر كلام عندي. يلا يا حنان.
ازيك يا منى؟ الحمد لله، انت كويس؟ الحمد لله. لا لا بلاش تتحرك خالص. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ حادثه عربي. طب انا عايز اقول. بلاش تتحرك. ايه ده؟ فين لؤي؟ انا مشيته. لا ادعي لي لؤي حالا. طيب اهدى بس. من فضلك اطلبي له لؤي دلوقتي حالا. حاضر حاضر اهدى. لو تحب انا ابلغه اي حاجه. انا عايز لؤي يجي لي دلوقتي. انت هنا بتعملي ايه؟ مش فاهم. انت ليك فضل عليا. فضل ايه بس؟ انت وقفت جنبي وانا كمان لازم اقف جنبك. انت غريبة. لا مش غريبة، على فكرة انا صح وصح جدا كمان. وعلى فكرة انا هقعد ومش ماشي. منور عم جمال، امرني. انا عايز اتجوز الست خليلة. عايز ايه؟ اتجوز الست خليلة. انت مجنون ولا ايه؟ تتجوز مين؟ ايه ياما اللي بيقوله ده؟ انا موافقه وكاتب الكتاب والدخله بكره. ازاي يعني؟ مش عايز اسمع ولا كلمه. مروه، ميرا اتصلت. انت كويسه؟ اه كويسه جدا. انت مالك؟ مفيش. طب بقول لك ايه، انا كنت عايزاكي تساعديني. انت عارفه ان مجدي جاي النهارده عشان نجلاء صح؟ اه عارفه. في شويه حاجات عايزه اعملها، عايزاكي تساعديني. تعالي معايا. معلش والنبي يا كاميلي، انا اسفه والله بس انا مصدعه شويه. معلش. اهلا، انت جيتي. كويس قوي، انا كنت عايزاكي تساعديني في حاجه. في ايه؟ مالك؟ انا تعبانه قوي يا كاميليا. من ايه؟ نفسي. ليه يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ سعيد. سعيد مين؟ ابن علاء صاحب دار النشر اللي انا بشتغل فيها. ماله؟ قال انه بيحبني وطالب ايدي للجواز. ده ابن الراجل اللي بيحبك؟ طيب انت فاهمه طبعا انه ما ينفعش تروحي الشغل ده تاني. فعلا هعمل كده، كان لازم اعمل كده من الاول. انا تعبانه قوي يا كاميلي، تعبانه ومش عارفه اعمل ايه. مش عارفه تعملي ايه في ايه؟ انا فعلا بحب عليه ومش عايزه ابعد عنه. نعم، انت متاكده من اللي انت بتقوليه ده؟ ايوه متاكده، وهو ده اللي حاسه بيه. طيب بما انك متاكده من مشاعرك وقدر يخليكي تحبيه للدرجه دي، يبقى مفيش اي معنى ان حد يعترض او يقف في طريقه. انت بتتكلمي بجد يا كاميليا؟ ايوه طبعا. بس في الحالة دي انت لازم تقولي له ان ابنه بيحبك. لا طبعا مستحيل. هو ده اللي لازم تعمليه. امال يعني هتتجوزيه ويعرف بعد كده ان ابنه كان بيحبك وانت ما قلتيلوش؟ افرضي كان ممكن يغير رأيه. ما هو فعلا ممكن يغير رأيه، عشان كده انا مش هقوله. انا مش عايزه اسيب علاء، وهو لو عارف ان سعيد بيحبني اكيد هيبعد عني. ده ابنه اهم عنده مني. كاميليا ده ابنه يا كاميليا. انت واخده بالك انت بتقولي ايه؟ انا عارفه ان انا بقول ايه. ده علاء لو عارف ان ابنه بيحبني اكيد هيبعد عني وهتكون نهايه علاقته بيا. بس انا عايزك تاخدي بالك، لان كده تفكيرك ما بقاش تفكير انساني خالص، بقى تفكير شيطاني. ليه تفكير شيطاني؟ عشان انا بفكر في اللي انا عايزاه واللي انا بحبه؟ لا، عشان هتدخلي معركه انت الوحيده الخسرانه فيها. وحتى لو اتجوزتي علاء
هتفضلي طول الوقت قدام عينين سعيد. سعيد اللي كان زمان بيشوفك ملاك، النهارده مش هيشوفك غير شيطان. الو كماليا. اهلا يا استاذ عز. انت ليه ما نزلتيش الشغل؟ انا كلمت المدير وكان منتظرك. معلش عندي ظروف. خير؟ خير، مفيش حاجه. تحبي اجيلك؟ لا 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 ميرسي جدا. كماليا احنا بقينا اصدقاء ونفسي نقرب من بعض قوي، وأنا سعيدة جداً بحاجة زي كده. مع السلامة. عملت ايه؟ سحبت لك كل الشيكات بتاعتك من عند زينب. ينصر دينك. اهم حاجه اضمن حقوقي الاول قبل ما اعمل اي حاجه. وماله يا حبيبي، انا كده اطمنت لك. امسكي ده. ايه دي؟ ده دواء تحطه منه على شويه ميه ويشربه على طول. الدواء ده هو اللي هيخليه يموت موته قضاء وقدر. ازاي يعني؟ هو عنده مشكله في شرايين القلب كبيره، وإذا خد الدواء ده هيفرفر على طول، بس أهم حاجة كل الأدوية اللي بتداله ساعة الأزمة تبعديها عنه خالص. أما الطب الشرعي هيعرفوا نتكشف؟ لا شرعي ولا نظم ولا فهم. ده دواء مسحوب من السوق بس بيعمل مضاعفات كبيرة في القلب. أول ما ياخده هيتكل على الله. هي الفكرة حلوة فعلاً، بس خلي بالك أنت كده بتحط نفسك تحت المراقبة. وده وحش سعادتك؟ اه طبعا، كل تصرفاتك هتبقى مرصوده. ده على اساس ان تصرفات سعادتك مش مرصوده برضه هي كمان. بص يا احمد، رجل الاعمال حاجه ورجل السياسه حاجه تانية خالص. يا باشا انت عايز تفهمني يعني ان بيخيل على الناس ان تجاره الادوات المكتبيه دي بتعمل بلياردير؟ اه طبعا، وايه اللي يمنع؟ لا يا باشا، تجارة الأدوات المكتبية دي ممكن تعمل واحد غني، ممكن تعمل واحد مليونير، لكن ملياردير دي واسعة شوية ولا إيه؟ أنت عايز تقول إيه يا أحمد؟ يا باشا أنا كل اللي أنا عايز أقوله سؤال، وعارف إن سعادتك مش هتبخل عليا بالإجابة. وإيه هو بقى السؤال ده؟ الناس سعادتك اللي أنت خايف عليا منهم إن هم يرصدوني دول، وهم برضو عارفين سعادتك وعارفين كل تحركات سعادتك، لكن ما بيقربوش منك. ليه؟ انت تقصد ايه؟ يا باشا انا اقصد ان المصالح هي اللي بتدور كل حاجة، هي اللي مدورة البلد. المصالح دي هي اللي ممكن تسكت الناس، هي اللي تخلي واحد زي سعادتك رجل اعمال مشهور كبير في البلد، لكن محدش يقدر يتكلم عليه نص كلمة. ليه؟ هم بيقبضوا سعادتك، بيقبضوا أول بأول، ولا أنا غلطان سعادتك؟ برضو عايز تقول إيه؟ عايز أقول يا باشا إن اللي أنا بفكر فيه هيفيدنا جدا، هيخلينا نشتغل براحتنا، براحتنا أوي، وأنا متأكد إن سعادتك مش هترفض لي طلب زي ده، وخصوصا إن إحنا هنكون نسايب بإذن الله وقريب. مش عايزاك تقلق والله. هو انا مش همشي تاني ولا ايه؟ مين قال كده؟ انا حاسس بكده. ما تكبرش الموضوع. خلاص قولي لي الحقيقه. ان شاء الله هتبقى كويس صدقني. انا قلقان ليه بس؟ اللي يقف جنب الناس عمر ربنا ما يسيبه ابدا. ذنوبي كتير يا منى. ربنا غفورا رحيم. انا هروح اشوف الدكتور. ايه اتفضلي. اتفضل. اتفضل. ممكن يا دكتور تطمني على حالة مدحت؟
والله هو حالته هتحتاج لمدة علاج، وهتحتاج كمان لمدة تانية علشان العلاج الطبيعي، ودي هتبقى مدة مهمة قوي في العلاج. معلش أنا مش فاهمة حاجة، يعني هو كده مش هيمشي على رجليه تاني؟ لا مش للدرجة دي، أنا أقصد يعني إن العلاج الطبيعي هيبقى مهم جدا بالنسبة له، وهيحتاج لمدة طويلة جدا علشان يرجع لحالته الأولانية. بس مهم جدا إن حد يبقى جنبه علشان ياخد باله منه. بعد إذنكم. انت دخلت ازاي؟ ايه اللي دخلت ازاي؟ كلمت مدير المستشفى استأذنته انه يسمح لي بنص ساعة ادخل اطمن عليه. لو اي عايز اسألك على حاجة ممكن؟ تحت امرك. هو مدحت عايش مع مين؟ يعني ايه عايش مع مين؟ مش فاهم السؤال يعني. يعني عايش مع حد زي امه واخته وخالته وحد من قرايبه؟ لا مدحت بيه عايش لوحده. ليه في حاجة؟ عشان انت لسه سامع الدكتور حالا هو بيقول ان لازم حد يهتم بيه. يا ستي هنجيب له ممرضة يعني هي حكاية طبعاً. ايه ده انت بتعمل ايه؟ لازم امشي من هنا. تمشي تروح فين وانت متجبس كده؟ مش متعود انا على القعدة دي، وبعدين اللي حصل ده عادي جداً، انا لا اول ولا اخر واحد رجلي تتكسر. لا طبعاً ما ينفعش مدحت باشا، ممكن تهدى وانا بنفسي هاجي بكرة اخدك على الفيلا ان شاء الله. تاخده ده فين؟ لازم الدكتور يأكد ان هو كويس. اللي هو عايزه هنعمله له يا فندم. لا يعني ايه لا؟ لا يعني لا، لازم الدكتور يقول انك كويس. طيب انا هسيبك مع لقى يعني لقى، وانزل انا راجع الحسابات. عن اذنك. ممكن بقى تقعد كده وتهدى؟ انا عارفه طبعا ان مش من حقي اخد قرارات زي دي، بس انا بعتبر نفسي صديقه، وبعدين انا شايف انك انت لازم تقعد في المستشفى والدكتور هو اللي يقول. لا بس انا اللي اقول كده مش انت. لا مش انت اللي تقول. انت مش واخده بالك انك بتتكلمي بطريقه مستفزه شويه؟ طب ليه كده؟ مش عارفه اللي انا هقوله ده هتفهمه ولا لا. من شهور فاتت توفى واحد قريب مني قوي، توفى وهو بيدافع عني، شاب زي الفل، قمر، من الناس الغلبانه اللي بتنزل تدور على لقمه عيشها. لقى نفسه في موقف صعب قوي، لا يجري ويهرب، لا يقف يدافع عني، لا يموت هو لا موت انا. اختار انه يموت هو. فهمت منه يعني ايه معنى الصداقة، يعني ايه ممكن تضحي بنفسك عشان غيرك. كانت مسؤولياته كتير قوي، امه، اخواته، حياته اللي كان بيحلم بيها، كل ده نسيه في لحظة انا اتعرضت فيها للخطر وهو اتعرض فيها للاختيار. وبعدين؟ ما هو ده اتعلمت منه، ما هو اللي حصل ده ما كانش عادي. انت بقى وقفت جنبي وساعدتني، وانا مش هبقى اقل من حد ضحى بنفسه علشان. ما هو احنا بنتعلم من بعض ولا ايه؟ منى مع احترامي لمشاعرك دي، ايه علاقه ده بموضوعي انا؟ هتفهم لما تخرج ان شاء الله بالسلامه، بس لحد ما تقف على رجليك وتخرج بالسلامه انا مش هسيبك. انا عايز اقول لك على حاجه، لو سبتني دلوقتي انا مش هرجع في كلامي، يعني الاتفاق اللي بينا ساري وكل حاجة أنا قلتلك عليها أنا هنفذها. أنا مش بعمل كده عشان أي اتفاق، حتى لو أنت لغيت الاتفاق اللي ما بيننا أنا برضو مش هسيبك. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ أحمد. إحنا تشرفنا يا أستاذ مجدي. الشرف ليا أكيد. يا عروسة أنا كاميليا قالت لي إن أنتوا تقريباً متفقين على كل حاجة، مش كده؟ يعني ما قدمناش دلوقتي غير إن إحنا نقرأ الفاتحة. يا ريت. نقرأ الفاتحة، يلا. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. غير مقبول التقديم تمام. مبروك يا عريس. مبروك يا عروسه. مبروك يا عريس. يا حبيبتي مبروك. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. تعبناك معانا معانا.
القهوة يا حبيبي. أنا كنت عايزة أتكلم معك يا سمير. أوي أوي، اتفضلي. أنا عارفة الفترة اللي فاتت كانت سيئة أوي، والعلاقة بينا بقت وحشة أوي. فعلاً. أنا بقول لك أهو بعتذر لك، أنا فكرت فيكي بطريقة مش مظبوطة، معلش يا حبيبي حقك عليا. أنت إيه اللي خلاكي تقولي كده دلوقتي؟ عبد الله، وبصراحة كده أنا حسيت إن أنت بايعني، ولما قعدت مع عبد الله قعد يقول لي كده كلام مش مريحني، حسسني إن هو عايز يخلص مني ومنك مع بعض، وده فوقني يا حبيبي. أنا عارفة إن أنا متهورة وفي حاجات كتيرة الفترة الجاية هاخد بالي منها، بس بعد بنتي عني ومش عارفة مكانها ولخبطني خالص، وحسسني كمان إن اللي يهمني ما يهمكش يا حبيبي. بالعكس. طيب يا حبيبي أنا هسيبك تقيم الوضع لوحدك، بس عايزة أقول لك على حاجة يا سمير، أنا ما أقدرش أستغنى عنك، أنا لسه بحبك يا حبيبي. مين بيكلمك؟ دي كمان يا أختي. الشغل عامل إيه؟ زفت. ليه؟ عمري ما كنت أتخيل إني ممكن أشتغل شغلانة زي دي. أولاً الشغلانة مش عاجباكي دي؟ في مليون واحدة تتمنى تشتغلها. تتمنى تشتغل شغالة؟ هي دي المشكلة، أنت عبيطة. إيه المشكلة؟ أولاً أنت بتشتغلي في أكبر فندق هنا، وعشان تشتغلي منك كده لنفسك قدامك شهور وسنين عشان يقابلوكي حد. ليه ان شاء الله؟ وانا بشتغل ايه بالظبط يعني؟ ممكن افهم؟ انت مش حاسه يا حبيبتي عشان انت تبعي، بس الشغلانه دي ليها اصولها، ولو انت بقيتي فيها ايوان هتنبسطي قوي. طب بقول لك ايه؟ ما تشغليني معاكي. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان انت مقفله، والشغلانه بتاعتنا دي عايزه المخ الصاحي والناس المدردحه. ليه؟ هو انت بتشتغلي ايه بالظبط؟ انا زي القهوه، بعدل المزاج. لا انا عايزه افهم بقى. مش اللي ببالك. وبعدين انا لو حسيت ان انت لحظه تنفعي كنت شقطتك على طول. بقول لك ايه، انت مش جعانه؟ لا مش جعانه. طيب انا هسيبك بقى وهرجع لك نص الليل. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت منين؟ مش فاهم يعني اتولدتي فين؟ بلدك فين؟ اهلك يعني عارفين ان انت هنا ولا ما يعرفوش زي كده؟ لا عارفين، وعارفين اني بشتغل هنا، بس بشتغل ايه ما يعرفوش، وبتهيألي مش عايزين يعرفوا ولا حتى عاوزين ارجع لهم دي. ليه؟ عشان انا من غير اب ولا ام، وعلى رأي المثل اللي من غير اب وام حاله يغم. يتيمة يعني؟ اه زيك بس اكتر شوية. من بعد ما ابويا وامي ماتوا اتبهدلت بهدلت السنين. انا اسفة. بيوحشوني قوي. يا شوقة بقى. بس انا متهيالي لو كانوا عايشين ما كانش ده هيبقى حالي. والله حالك زي الفل وزي القمر كمان. حكي بقى. خلاص مات. يلا بسرعة قبل ما حد يشوفنا. يلا ايه بقى؟ نطلعه فوق في اوضته. ايوه قبل اوضته دي لازم نتفق الاول. نتفق على ايه؟ درايا زينب، لازم نتفق على كل حاجة. ايه؟ شوف انا خدت كل الشيكات بتاعتك منه اللي تخصك قبل ما يموت. نمرة اتنين، أنا الشاهد الوحيد على إنك أنت اللي قتلتيه. إيه؟ لا إيه ولا مش إيه؟ مش عايز الحوارات والاشتغالات بتاعتك دي.
توافقي على اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد حسب الخطه اللي احنا متفقين عليها. انت بتقول ايه؟ شوفي بقى، انا عاوزك دلوقتي تمضيلي على عقد تنازل ما بيني وما بينك على نصيبك في الشركه. انت باين عليك مجنون. طبعا اللي هيزيد الجنان بقى لما اتصل بالبوليس علشان يجي هو اللي يشهد على العقد. لا يا حبيبي، انا مش هدخل السجن لوحدي. يا سلام، ده يوم الهنا ويوم المنى لما تشرفي معايا في السجن. على فكره انا متعود عليه هناك. يا سلام، ده انا مقضي هناك 20 حته. انا يوم ما خرجت من السجن طلع عليا بخساره، انا مش فارقه معايا. ها قلت ايه؟ يا كلب يا ابن الكلب، ده انا هوريك. ولا يهمني الكلام ده. ايه، هتمضي على التنازل ولا حابه تجربي دومه البرش؟ ما بخافش، ما بتهتش. خلاص، البوليس بقى هو اللي بيخوف اي حد اهو. انت عاوز ايه؟ تنازل كامل عن الشركه. اتفضلي. يلا، ما تدوريش على حاجة يا هانم، لا محضر، ده نازل جاهز اهو زي الفل. اتفضلي حضرتك تبدأ عليه. حضرتك الجميلة، امضي. سألت على الدكتور مجدي، قالوا لي لسه ما جاش، ان شاء الله اول ما يجي هو يطمنه. الدكتور بتاعه قال ايه؟ قال لي مش هيخرج من المستشفى دلوقتي ولسه قدامه علاج طبيعي. عادي، مش مشكله. هو ايه اللي عادي؟ لا مش عادي. انت مهتمه كده ليه؟ في ايه؟ انت ازاي مش مهتميه اصلا كده يا مروه؟ عشان عادي اي حد بيتعب او يكسر رجله يخش المستشفى يخرج بيبقى زي الفل. ايه المشكله يعني؟ يلا قومي روحي. انا فعلا كنت نازله بس مش هروح، انا عندي شغل كتير قوي النهارده. يا ماما انت ما نمتيش خالص من امبارح. انام ايه بس، بقول لك عندي شغل. بقول لك ايه يا مروه، انا اللي اسمه لؤي ده مش مريحني خالص، ومش عايزاه يبقى المسؤوله عن الشركه طول ما مدحت تعبان. ايوه بس ده سكرتيره الخاص وهو بيثق فيه جدا. بس انا حاسه كده انه بيلعب بديله وانا احساسي ما يخيبش. هو فعلا مش مريح خالص. يعني انا عندي حق؟ ما انا قلت لك هو سكرتيره الخاص وبيثق فيه، ومدحت هو الوحيد اللي يقرر مين اللي يقعد ومين اللي يمشي ومين اللي يمشي الشغل. اوكي اوكي، بس انا هتصرف. منى، هو انا ليه حاسه ان انت بتعملي ده مش طبيعي اوفر؟ على فكره اللي انا بعمله ده هو الطبيعي، انت بقى عدم اهتمامك ده مش طبيعي خالص. لا يا حبيبتي ما تقلبيش الموازين. عارفه طول ما احنا شايفين ان احنا وقفنا جنب الناس ومساعدتنا ليهم حاجه غريبه عمرنا ما هنبقى كويسين ابدا. مدحت غني جدا وعنده فلوس كتير قوي، يقدر يجيب بفلوسه اللي يساعده ويخدمه. بس ما فيش حد هيخاف عليه من قلبه بجد. لا والله، ايه من قلبه دي كمان؟ مروة، أنا واقفة جنبه بشكل إنساني، مش أي حاجة من الأفكار السودة اللي في دماغك دي. مش يا إنسان. آه، نسيت أقول لك،
انت عارفه ان مدحت قبل ما يعمل حادثه طلبني للجواز؟ عارف. بعدين انت بتقولي لي كده ليه؟ بص يا مروه، لو انت بتحبي مدحت بجد وهو كمان بيحبك وعايزه تتجوزيه، انا هبقى مبسوطه قوي. اصل مدحت ده بني ادم كويس قوي، مش وحش. هو انت ليه بتقولي كده مروه؟ هو انت عايزه تتجوزي مدحت؟ انا بس عايزه اعرف الاول انت ليه بتقولي كده، لان انا شايفاه بطريقه تانية خالص غير اللي انت شايفاه بيها. امال شايفاه ازاي؟ شايفاه راجل فاكر نفسه هو ملك الدنيا واللي فيها، مفيش حد قده. وبعدين اوعي تفتكر ان هو طلبني للجواز حبا فيا. هو عارف كويس جدا ان انا مش هعمل اي حاجه غلط، وانه مش هيعرف يوصل لي غير بشكل رسمي. يمكن بيعمل كده عشان اللي حواليه فهموه كده، فهموه ان الدنيا تحت رجليه. لا مش فاهمه، فهميني اكتر. مدحت بني ادم كويس واصله طيب، هو بس فاكر ان الدنيا كلها بتيجي بالفلوس. يمكن من اللي شافه اكد له كده. مالك يا منى بتتكلمي عنه كانك عايشه معاه سنين وخبزه وعجنيه، في ايه؟ مش محتاجه يا مروه ابقى عايشه معاه سنين عشان افهمه. ممكن فعل صغير قوي يبين اصل البني ادم اذا كان وحش او طيب. على اي حال ما تخسرهوش. الو. ايوه اجي. لا انا عند مدحت في المستشفى، عمل حادثه. طيب حاضر اخلص واجيلك. سلام. اوفر. انا هتاخر النهارده. الله، هو انت رايحه حفله كمان ولا ايه؟ انت عامله في نفسك ده؟ عامله ايه؟ وحش؟ لا هو مش وحش، هو انا بس مش متعوده منك ان انت بتلبسي حاجات زي دي. يعني اللي انت لابساه ده رايحه فرح ولا رايحه حفله اي حاجه غير الصبح؟ يعني معرفش، حسيت ان انا عايزه اغير. هو ده اللي يعني تغيير؟ انت عايزه مني ايه بالظبط؟ مش عايزه اي حاجه، انا بس جايه اقول لك ان انا هتاخر النهارده عشان خارجه مع مجدي نشتري كام حاجه. طيب ماشي، اوكي ماشي. حاجه كمان. نعم. انا ومجدي قررنا نتجوز الاسبوع الجاي. قررتوا؟ اه قررنا. اولا احنا مش هنعمل فرح والبيت عنده جاهز، وانا مش هجيب اي حاجه اكتر من اللي عندي، فخلاص ايه المشكله؟ ببساطه كده. اه أقولك على حاجة، أنا يعني ما كنتش عارفة إن هي مشكلة شوية، كنت عملت كاتب الكتاب النهاردة والدخلة يعني بكرة أو بعده. أنت متأكدة من قرارك؟ ده مريض يا نجلاء. كلنا مرضى يا كمالية، مرض الجسم ده مقدور عليه، إنه مرض النفس والعقل ده مش مقدور عليه تمام. أنا مش عايزاكي تقولي تاني كده يا كاميليا. أولاً لأن أنا بزعل، وكمان عشان مجدي ده بالنسبة لي سليم 100%، مش أي حاجة ناقصة، ده أكتر من العادي كمان. خدي بالك من نفسك يا كاميليا، متخليش أي حد يأثر عليكي ويخليكي تعملي حاجة أنت مش عايزاها وممكن ما تعمليهاش في حالتك الطبيعية. كاميليا أنا أختك، أختك اللي بتحبك، خايفة عليك، عايزة أشوفك أحسن واحدة في الدنيا دي كلها. في أي وقت، في أي وقت تكلميني وقولي لي أنا عايزة أفضفض لك، هتلاقيني جيت لك على طول. اتفضلي اتفضلي يا استاذ، اتفضلي تعالي.
ايه؟ هو ماله عامل كده ليه؟ ما يهمكيش حاجة، أنا عايزك تبقي خالص كل، عايزك تبقي خالص يا حبيبتي. سي أصل أنت عرفتي إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ أنت ما اتصلتيش بماما امبارح؟ ماما لا، امبارح كنت بايتة في فيلتي وصحيت جيت على هنا. في إيه اللي حصل؟ قريتي الجرايد؟ جرايد إيه؟ هو في إيه؟ ماما فيها حاجة؟ أكلمها؟ ما تتصليش بيها، مش هترد عليكي. إيه؟ أصله والدتك قتلت الأستاذ سمير، وهي دلوقتي في النيابة بيتحقق معاها. المفروض أنا أكون معاها دلوقتي، بس أنا في الحقيقة قلقت وخفت عليكي لما لقيت مروان متعصب قوي، قلت لازم أكون موجود. الله يرحمكم جميعا. مروة سمر، هو انت اتخضيتي ولا ايه؟ خضيتيني، اقعدي في ايه؟ عايزه اتكلم معاكي شويه. اقعدي اتكلمي. الطلبيه بتاعت ال في ايه؟ سمر ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ تمام. ايه في ايه؟ الطلبيه بتاعت الجمارك هنعمل فيها ايه؟ طب سيبيني انا هسال فيها استاذ مدحت وهبقول لك. ماشي. سموره تحبي تشربي حاجه؟ لا لا ولا حاجه ميرسي. اوكي مروة، انا بره مع استاذ لؤي، خلص شغله وسطي حاجه كلميني. ها حاضر. ايه في ايه؟ مروة حسني وحشه قوي. طب ما انت وحشه واحنا عارفين. خلاص والله مش هعذر، قولي معاك. انا جيت لك عشان انت الوحيده اللي اقدر اتكلم معاها، عايزه اوصل لحل اللي انا فيه ده. علاء برضو؟ عمل لك ايه؟ مش هو. امال مين؟ ابنه سعيد. ماله؟ عايز يتجوزني. هو انت عبيطه بتضحكي على ايه؟ عشان في نفس الخيبه اللي انت فيها دي بالظبط، وفي نفس الحيره وهتطلع عيني مش عارفه اعمل ايه. مدحت قبل الحادثه قال ان هو بيحبني وعايز يتجوزني، ودلوقتي هو جه بيقول ان هو بيحبني وعايز يتجوزني. بس اقول لك على حاجه بقى جامده. ايه؟ الفرصه بتيجي للانسان مره واحده بس في الحياه، ولازم يستغلها. انما الحب بيجي 100 مرة وبيتكرر كمان. لا طبعا، الحب عمره ما يتكرر. لا طبعا بيتكرر، مين العبيط اللي قال لك كده؟ هقول لك على حاجه، مثلا انت اتجوزتي واحد دلوقتي بتحبيه ومات بعد الجواز، هتعملي ايه؟ خلاص هتترهبني؟ حياتك وقفت على كده؟ اكيد لا طبعا. ممكن تعرفي واحد واثنين وثلاثه واربعه وتتجوزيهم وتحبيهم اكتر من الاولاني كمان. ابسط مثال عندك كاميليا. طب اقول لك على حاجه تانية. ايه؟ كاميليا هتتجوز عزت وهتحبه بأوردر من عقلها لقلبها، واحمد اللي هيساعدها ان هي تتجوزه عشان من مصلحته ان عايزه تتجوز كاميليا. مش فاهمه انت عايزه تقولي ايه. عايزه اقولك ان مصلحتك لازم هي اللي تسوقك، وانت مصلحتك مع علاء، صاحب دار نشر عنده فلوس كتير وممكن يحقق لك كل طموحك وهينقلك من الحاله اللي انت فيها دي لحاله احسن مليون مره. بس انت عارفه ان انا ما افكرش كده. لازم تفكري كده. ايه يا بنتي بتفكري في ايه؟ بابا حسن وحشني قوي، عايزه اشوفه وترمي في حضنه واقعد افضفض له. انا تعبانه قوي. حبيبي سمر اقعدي بقى، مش عارفه. بس الحاجه اللي انا عارفاها اني مش هروح الشغل ده تاني. انا هقطع علاقتي بعلاء وابو سعيد. انا ما عنديش استعداد اني احط نفسي في المطحنه دي. ولو الحب بيجي 100 مره زي ما انت قلتي، أنا هفضل أستنى الحب الصح اللي هيطلعني خالص من الحيرة اللي أنا فيها دي. لا أفهم بقى، عشان أنا هنا مش فاهمة حاجة خالص. بتلعب لعبة إحنا مش فاهمينها لحد دلوقتي. واللي هي؟ كماشة. يا هي يا أختها. تفتكر؟ افتكر ايه؟ ما اختها لابده في المستشفى والتانيه قاعده لنا هنا في الشركه. يا بنت اللعيبه يا مروه. بس لا، وحياه غلاوتك ما هسيبهم يهيصوا في الفته دي لوحدهم. هتعمل ايه؟ مدحت متربي على ايدي. عارفه يعني ايه متربي على ايدي؟ عارف هو بيفكر في ايه؟ بيحب ايه؟ بيكره ايه؟ زرايره كلها انا اللي بدوس عليها، ما تقلقيش. Thank you.
اهلا اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تفضلي.